أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله وأشكره للقاء الإخوة في مدينة ملبورن قارة أستراليا، وبناء على رغبة بعض المؤمنين كانت هذه الجلسة الحوارية حول جملة من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يكون فيها نفع وعافية للمؤمنين في كل بقاع العالم. أسأل أم تسألون سيدنا؟ تفضل سيدنا. الله يرحمك. أنتم ادعيتم، فما الدليل على دعواكم؟ كما نعلم أن كل دعوة خلفها دليل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا في البداية نرحب بسماحة السيد ضيفا كريما على إخوته في دار المهجر. وفي الحقيقة ما أود أن أطرحه في هذه الجلسة الحوارية الأخوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وهذا الأمر أنه قضية الدعوة اليمانية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مكان يوجد أنصار، والدعوة معلنة وغير خفية وأدلتها موجودة. يعني فأنا اللي أحب أعرفه من سماحة السيد، شنو اعتقاده بهذه الدعوة؟ هل هي باطلة أم دعوة حق أم مشكوك فيها؟ يعني لا بأس بالتوضيح، جزاك الله خير. لا يسأل عن اعتقاد المرء إلا بعد أن يثبت دعوته بدليل، ثم بعد ذلك يسأل: فهل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أحد من الناس هل أنتم مؤمنون قبل أن يبين ما هو فيه من الدعوة والرسالة؟ وكذلك لا يكذب من لم يطلع على الدليل الدعوات الإلهية بدون الاطلاع على الدليل. إنما يحكم البرهان. الاطلاع يعني سابق على التصديق أو التكذيب، وهذه السيرة جارية يعني ليست فقط في هذا الزمان، وإنما كل الأنبياء والأوصياء وأصحاب الحق والحجج واجهوا ما واجهوا من الناس من التكذيب والاتهام بالدجل والسحر والجنون. وهذا القرآن يشهد بالألفاظ التي رموا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، كذاب ومجنون وإلى غيرها، بعد أن ادعى أنه رسول من الله ويدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد جل جلاله سبحانه وتعالى. فالذين كذبوا بعضهم بل كذبوا بما لم يحيطوا به علم ولم يأتهم أولا ما يأتهم تأويله، وبعضهم تقليدا للآخرين كذبوا، وبعضهم خوفا على مصالحهم كذبوا، مثل تجار قريش وإلى غيرها من الأمثال، ومن يخافون على أصنامهم رسول الله ما ينفعهم. والبعض الآخر لا، مثل رحلة سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، مثل رحلة بعض أصحاب رسول الله من اليهود والنصارى الذين آمنوا برسول الله بعد البحث وبعد التنقل من مكان إلى مكان وعرفوا الحق. فأنا أقول وأعوذ بالله من الأنا، التكذيب لابد أن يكون قائم على أساس، على شيء. يعني أنا أكذب شيء ما مطالع عليه مثلا، هل يجوز هذا الأمر مثلا؟ يجوز أكو هالشكل يعني التكذيب بدون اطلاع على دليل؟ إنما يكذب بالحق بعد برهنته. هذا التكذيب يكون من أقسام القبيح وهو مردود،
وإنما الرفض والإنكار يختلف عن التكذيب، وهذا موضوع آخر نتحدث فيه إن شاء الله. أما سؤالي الآن حين سمحتم لي أن أكون أنا المبتدئ بالكلام، أقول ما الدليل على دعواكم سيدنا؟ الدليل واضح، دليل بالقرآن الكريم موجود، وهو في روايات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وهو قانون غائب عن الجميع مع العلم أنه بين أيديهم، وكما أسمع السيد أحمد الحسن يماني على محمد قانون معرفة الحجة، واستشهد عليه بآيات من القرآن الكريم تثبت حجية الأنبياء الذين ادعوا النبوة، وتكشف زيف وباطل من يدعي وهو ليس بصاحب هذا الأمر ولا ينطبق عليه هذا القانون. يعني هل أفهم من كلامكم أن قانون حجية الأنبياء هو الدليل على دعواكم؟ أكيد، نفسه بعينه. فهل أنتم نبوة؟ لا، ليست حجية. ولذلك أكرر سؤالي، الدليل على دعواكم قلتم من القرآن، فأورد لي النص القرآني، إن شاء الله. ومن الروايات أورد لي الرواية. إن شاء الله تعالى. السيد أحمد الحسن عليه السلام ادعى أنه هو اليماني الآن في هذا الزمان، ونحن جميعا نعرف أن اليماني يسبق ظهوره ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وهو الممهد الرئيسي كما ورد في الروايات الشريفة مثل رواية الإمام الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى. إحنا لابد أنه نتأمل بكلمات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بدقة متناهية، عن كل كلمة يقولها يقصد ما يقول صلوات الله عليه. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني فانهض إليه. طبعا رواية طويلة. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح لأن رايته راية هدى، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه الصفات التي يريدها الإمام الباقر سلام الله عليه، صفات لإنسان حجة من حجج الله، وإلا ماكو إنسان عندنا مهما على شأنه لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن التوى عليه يكون مصيره جهنم النار. لا يحل لمسلم أن يلتوى عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار، من أهلها، وليس فقط يدخل. لماذا يا ابن رسول الله؟ لأنه يدعو إلى الحق. بعد أنتم إن شاء الله سيد العارفين الألف واللام ماذا تعني هنا، يدعو إلى الحق كله وإلى صراط مستقيم، وهذا القرآن يبين من الذي يدعو إلى الحق وإلى صراط المستقيم غير القرآن وحجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبهذا إذا أردنا أن نعرف شخص اليماني لابد أن يكون ماذا؟ حج. بماذا يعرف حجج الله جميع؟ نبي أو إمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعرف بقانون. هذا القانون اللي الدعوة اليمانية المباركة انفردت بتبيانه من كتاب الله على أول نبي لله تبارك وتعالى على هذه الأرض، ألا وهو آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نص على خلافة آدم عليه السلام. هذا الفقرة الأولى من القانون، وهو النص: يا داود إنا جعلناك خليفة، نص. بس هذه النصوص من الله تبارك وتعالى، أما باقي الحجج إما من الله مباشرة أو النبي السابق ينص على النبي اللاحق، وهكذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ورسول الله بينهم حجج الله إلى يوم القيامة في وصيته الكتاب الذي سماه رسول الله عاصم من الضلال، عندما طلب من القوم ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فاعترض الرجل وجرى ما جرى. طبعا حتى نختصر، الكل يعرف ماذا جرى في رزية الخميس عندما حاول الاعتراض على كتابة ذلك الكتاب.
فرسول الله صلى الله عليه وآله نص على الخلفاء من بعده إلى يوم القيامة، وقد أسماهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ومن بعدهم المهديين إلى يوم القيامة، إلى أن ينتهي آخر يوم على هذه الأرض. يوجد حجج إلهي لا تخلو الأرض من حجة ساعة إلا وساخت لأهلها كما ورد في بعض النصوص. هذا هو المقطع الأول من القانون الذي بينه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بعد وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إلى نهاية الآية. السلاح الآخر لخليفة الله هو العلم. هذه الفقرة الثانية من قانون معرفة الحجة، وآيات كثيرة تدل على هذا الأمر وروايات كثيرة، وهذا لا جدال فيه في أن خليفة الله في زمانه هو أعلم أهل زمانه بما سلحه بها الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر الذي انفرد به السيد أحمد الحسن من بين أهل الأرض كافة، وهو خاص بخليفة الله في زمانه، وهو الدعوة إلى حاكمية الله، والراية التي يحملها قد وصفوها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الرواية المباركة: إن لنا أهل البيت راية، من تقدمها مرت، ومن تأخر عنها زهق، ومن لزمها لحق، مكتوب فيها البيعة لله. ولا يوجد رجل أو شخص أو جهة أو أي شيء من هذا القبيل قد حمل راية البيعة لله غير السيد أحمد الحسن، وبين معناه. حاكمية الله تعني أن الخليفة أو الحاكم المسلط على الدماء والأموال والأعراض لابد أن يكون منصبا من الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بالشورى والانتخابات وإلى غيرها، وإنما بالتنصيب الإلهي. وهذا انفرد به السيد أحمد الحسن، وكذلك انفرد بوصية رسول الله وادعاها، ولا يدعي هذا الأمر كما ورد في رواية أهل البيت غير صاحبه إلا تبر الله عمره. وعلمه الذي موجود قد ملأ الخافقين في هذا الزمان، وجاوب على ما يجاوب به المعصوم من علم المتشابهات، وله كتاب في 4 أجزاء، وجاء الجزء الخامس كذلك في المتشابهات، أحكم به كثير من المتشابهات التي وردت في القرآن وفي روايات أهل البيت وفي عظائم الأمور التي ابتلي بها الناس. نعم، هذا القانون الذي احتج به السيد أحمد الحسن، ونحن نرى أنه قد انطبق عليه تمام الانطباق. وآل محمد عندما سئلوا في روايات بما يعرف صاحب الأمر يا ابن رسول الله، الإمام الصادق عليه السلام ورواية الإمام الباقر كذلك، قال يعرف في 3: لا تكون في غيره أبدا. نحن إما مسلمين بروايات الطاهرين صلوات الله عليهم ولها مصداق، ونعتقد أنها لها مصداق خارجي ينطبق على أرض الواقع، أو لا، وإلا فلا، ما بها أي ثمرة يعني. ونحن إن شاء الله تعالى وإياكم مصدقين بروايات آل محمد، ويعرف بمن يعرف بالنص والعلم وحاكمية الله، وأكثر من رواية تصف هذا القانون. ولكن نحن في غفلة عن هذا القانون حقيقة، إلى أن يأتي صاحبه ويبينه. فهذا الذي نبينه على نحو الاختصار سيدنا العزيز من قانون معرفة الحجة، وطبقناه على السيد سلام الله عليه، وانطبق إن شاء الله تعالى. أحسنتم. أحسن الله. إن سمحت لي، قولك قانون معرفة الحجة قول طبعا لا لبس فيه في الشكل العام، فقد أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يعرفوا الحجة في الأرض. أما قولكم أنه هو اليماني، فهنا أسأل: أليس راية اليماني أنها راية هدى، لأنه لا يدعو لنفسه بل يدعو لقائم آل محمد؟ وكما نرى أن صاحب هذه الدعوة إنما يدعو لنفسه، فكيف اتفق ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، كما نرى
أن رواية الإمام عليه السلام حول اليماني بأنها راية هدى إنما هي تدرج ضمن الروايات ضعيفة السند، ولا يستدل في العقائد على الرواية التي يكون سندها ضعيف، لا يستدل بالمراسيل وإنما يستدل بما هو مقطوع الصدور. فهل حققتم في الرواية من هذه الناحية؟ هي رويت في كتاب الغيبة للنعماني الصفحة 264، وقول الإمام إنه يدعو لصاحبكم، أي أنه يدعو لصاحب الأمر، فلا يمكن أن يكون اليماني هو الإمام. فلو كان اليماني هو الإمام وأنتم على علم وإطلاع، فهنا يوجد إشكال لغوي، لأنه قال يدعو لصاحبكم ولم يقل يدعو لنفسه، وإنما حجية راية اليماني جاءت من دعوته إلى صاحب الأمر. هذا أولا. ثانيا، أنتم قلتم سيدنا أن الله عز وجل جعل في الأرض خليفة. نعم، هذا حق وهذا صحيح، ولكنه كما ورد في القرآن وورد في الروايات الصحيحة السند أن الحجة والخليفة له معايير، وليست تلك المعايير يضعها كل إنسان، وإنما يضعها الله عز وجل بمنطق لا يختلف عليه أحد. فعلى سبيل المثال للحصر، هل تتفق معي أن عيسى بن مريم عليه السلام حينما جاء وكذبه الفريسيون وقال لهم أنا حجة الله، اعتمد في إثبات دعواه على أمور عدة، منها أنهم ذكرهم بما موجود في العهد القديم من وصية أشعيا وغيره، أنه بشر براكب الحمار وراكب الجمل، أي أنه استدل بنص على ذلك، ومنها أن الله عز وجل قد أيده بكرامة، وكذلك في الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله نجد أنه قد استدل بما يتفق مع المنطق ومع المعايير التي وضعها الله عز وجل، وكذلك أيده الله بكرامته وهو القرآن الكريم. فحاكمية الله الولاية التكوينية، والولاية التكوينية كما عرفها علماء الكلام أنها تكون في طول ولاية الله، كولاية موسى حين أمر الأرض أن تبتلع لقارون، هذا في الأنبياء، وكولاية رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمر الملائكة أن يقاتلوا في بدر، وولاية أمير المؤمنين عليه السلام حين أمر الشمس أن ترد له فصلى العصر، هذه كلها ولاية تكوينية، وهذا لم نجده منطبقا في صاحب الدعوة، لا يمتلك أي ولاية تكوينية، ولو امتلك لرآها العالم أجمع. ثم قلت حضرتكم سيدنا أن الوصية يستدل بالوصية أن من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، هذه الرواية سندها ضعيف سيدنا، وأغلب رواتها مجاهيل لم يرد لهم ذكر في كتب الرجال لا بمدح ولا بقدح، فعلي بن سنان الموصلي العدل هذا مهمل في كتب الرجال، وقال السيد الخوئي قدس سره في ترجمة الفقيه الدارمي العدل
لا يبعد أن الرجل من العامة وأن كلمة العدل من ألقابه، وهذه كلمة تطلق على الكتاب في القضاء والحكومات. ورجح السيد قدس سره أن هذا الوصف لرجل من العامة. ثانيا علي بن الحسين، وهو اسم مشترك يعرف بالراوي والمروي عنه، وليس من الضرورة أن يكون هو علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصدوق، إذ أنه لا يتخيل أن يروي أحمد بن محمد بن الخليل ولا يروي عنه علي بن سنان الموصلي، مضافا إلى الشيخ الطوسي يروي عن والد الشيخ الصدوق بواسطتين، هما الشيخ المفيد الذي يروي عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي. طيب، أيضا يضاف إلى ذلك أحمد بن محمد بن خليل بن الخليل عفوا، وهو مهمل في كتب الرجال، لم يذكروه لا بمدح ولا بقدح، فلا يعرف من هو. نعم، إذا سمحت لي أيضا أضيف، لو نجيب على هذه الأسئلة فقط أكمل يعني الرد على الاستدلال الذي ذكرتموه مع خالص احترامي يعني. بلي، فنلاحظ أن سند الرواية كلها معتمدة على مجاهيل، وكما نعلم أن الرواية التي تعتمد على مجاهيل لا يصح الاستدلال بها، مضافا إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر وأمر الأئمة أن يؤول وفقا لرأي الأصحاب، لا يؤول وفقا لرأي الشاذ والنادر. مثلا لو سمحت لي، أن يكون المراد بالاثني عشر مهديا النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة سوى القائم، بأن يكون ملكهم بعد القائم، يعني نستدل على أن الرواية لو فرضنا، لو أخذنا بها ضعيفة، ربما تدل على أن الأئمة المهديون بعد الأئمة الاثنى عشر هم نفسهم على القول بالرجعة، وهذا تأويل أقره الحسن بن سليمان وقال برجعة القائم بعد موته. زين، من الممكن أيضا أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم، هاديين الخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججا والله تعالى يعلم. أنقل لكم ما قاله الحر العاملي في الفوائد الطوسية. في الفائدة 38 قال: حديث الاثني عشر بعد الاثني عشر، اعلم أنه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبار وهو لا يخلو من غراب وإشكال، ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم، ولا يمكن اعتقاده جزما قاطعا، لأن ما ورد بذلك لم يصل إلى حد اليقين، بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان مشكل لما يأتي إن شاء الله تعالى من كثرة معارضه، وبالجملة فهو محل توقف. وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة من جملة الأحاديث التي رواها من طرق المخالفين في النص على الأئمة عليهم السلام، قال: أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي العدل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد البصري، عن عمه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي: يا أبا الحسن، أحضر دواتا وصحيفة. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، أنه يكون بعدي اثنى عشر إماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا.
الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر تعتبر شاذة ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة، وأنه لم يمض من الدنيا إلا 40 يوما فيها الهرج. مضافا لذلك نستطيع القول أن الأئمة الاثنى عشر المهديون من بعد الأئمة الاثنى عشر يحمل على أن البعدية تكون بعدية زمانية، فهو يقول بعد وليس مزامنة مع الأئمة. فصاحب الدعوة يقول أنني اليماني ويقول أنني الإمام، فكيف يتفق ذلك مزامنة ونحن نقول أن الإمام موجود؟ أقول يمنعنا من الأخذ بهذه الرواية الأمر الأول سندها من حيث الرجال، الأمر الثاني أي الوصية شذوذها. بلي، فقوله صلى الله عليه وآله يكون بعدي 12 خليفة، وقال الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل. زين، يبقى شيء وهو أئمة أهل البيت أمروا شيعتهم بالأخذ بما يرويه الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث، ويؤخذ بالمشهور عنهم ويترك الشاذ النادر. فقد ورد في مقبولة عمرو بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال الحكم ما حكم به أعدلهما أي أصحابه وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. أنقل لكم وأعتذر للإطالة، هذه الرواية صحيحة السند التي يرويها صاحب كتاب عوالي إلا آلئ في الجزء الرابع صفحة 132 عن زرار بن أعين قال سألت الباقر فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ والناذر والنادر عفوا. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. أيضا رويت هذه الرواية في مصادر أخرى تستطيعون الاطلاع عليه، لكن أنا احتراما لوقتكم ما أحاول أن أضايقكم في هذا الجانب. فما أقوله إن سمحتم لي، قولكم أن الاستدلال بالقرآن قوله إني جاعل في الأرض خليفة وعلم ويستدل بالعلم، فالعلم موجود عند أي أحد، بل نجد أن العلم موجود عند أصحاب رسول الله المنتجبين، ونجد أن العلم موجود عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، ونجد أن العلم موجود لدى التابعين من الفقهاء. فلا يوجد تخصيص في العلم. واستدلالكم برواية الوصية فقد أوضحت لكم ما اتفق عليه أصحاب الرجال كالنجاشي والشيخ والعلامة الحلي وآخر المحققين سيد الخوئي من أن رواية تلك الرواية مجاهيل لا يعتمد عليهم. ولو خيرنا بين المشهور والنادر طبعا نأخذ بالمشهور، فالمشهور أن الأئمة 12 إماما، ولم يرد أن من بعد الأئمة 12 مهديا. ولو قبلنا تنزلا بالأخذ بتلك الرواية أن من بعد الأئمة 12 مهديا، فنحمله على الرجعة، يمكن تأويله بالرجعة أن المهديون سيرجعون من بعد الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وهذا أمر مشهور بين المؤمنين لا جدال
فيه. وأذكر أيضا في خاتمة حديثي بعدها أعطيكم الكلام سيدنا أن قولكم الحاكمية الحاكمية، فكما نعلم أن الحاكمية أمران، أمر تكويني ويعنى به الولاية التكوينية التي تعطى للنبي كما أسلفت وللأئمة، والثاني الحكم الشرعي أي التخييري الشرع، فوكلاهما غير منطبقان في صاحب الدعوة، فلا هو من حيث الحاكمية الشرعية يستطيع القضاء بين الناس وله ولاية على الناس، ولا هو من حيث الولاية التكوينية يستطيع أن يحرك أمرا أو يأمر خلقا كشجر أو بحر أو مدر أو حجر. هذا ما قلتموه وهذا ما وجدته في ما قاله العلماء من رد على ما تفضلتم به، أرجو قبوله مع خالص الاحترام والتودد. الله يبارك فيك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سيدنا يقولون أن اليماني يدعو إلى نفسه، اليماني ورد في الرواية يدعو إلى صاحبكم، ولكن يمانيكم يدعو إلى نفسه، فكيف يتفق ذلك؟ أحسنتم. هي نفس الرواية شارحة نفسها بنفسها، يعني إذا تقرأ الرواية وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني فانهض إليه، فانهض المن إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. نعم عليه، نعم مو على الإمام صلوات الله عليه، لأنه عند خروجه عند قيامه يمثل الإمام، يقوم بأمر الإمام. نعم صلوات الله وسلم، يأتمر بأوامر الإمام. فهنا لما يبين أنه أنا اليماني، أنا رسول من الإمام المهدي إليكم، أنا اليماني، ما هو الضير وما هو المخالف لما موجود في الرواية؟ والباقر عليه السلام يقول ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، عليه هو، هو صاحب دعوة، هو يدعو، يدعو لمن؟ يدعو لصاحبكم. ولكن هل الذي يدعو إلى صاحبنا عليه أن يعرف نفسه ويبرز نفسه ويثبت نفسه بالدليل، أو لا يصمت ويسكت لأنه يدعو إلى الإمام، فيكون تعارض في مع مقدمة الرواية أو بداية الرواية؟ لا، الإمام الباقر موضح، هو يدعو، لابد أنه يكون صاحب دعوة ويجمع أنصار ويثقف أنصار، وهو يجمع العدة والحلقة حتى يتمكن الإمام صلوات الله عليه من القيام، وإلا عدم خروج الإمام سلام الله عليه لعدم وجود أنصار فيهم المنع حتى يقوم بهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أكثر من أن يحصى في الروايات عندما يصف الإمام الصادق عليه السلام إن للغلام غيبة، يقولون وتطول، يقولون ولما؟ قال خوف القاتل، وأشار إلى حلقه الشريف، أما إذا عند أنصار فيهم المناعة يخرج روح له الفداء. فغيبته وعدم وجوده بين ظهرانينا الآن ظاهرا يحكم منا، ووجوده لطف كما يقولون صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله. طيب إذن هذا الأمر الأول، أنه اليماني يدعو إلى نفسه، اليماني لا يقول اتبعوني أنا الإمام بدل الإمام المهدي، يقول أنا أدعوكم، لابد أنه أعرف بنفسي كي أدعوكم إلى الإمام المهدي. وكل الرواية من بداية النهاية ما عدا المقطع الأول اللي يعرف سبب هداية هذه الراية وعظمة هذه الراية، ولابد من الالتفاف حول هذه الراية لأنه يدعو إلى صاحبكم. أما باقي الرواية كلها يدعو إلى اليماني، فلا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فإذا خرج فانهض إليه، ما بها أمر آخر غير أنه تقوم إليه وتنهض إليه وتنصره. هذا أولا. وثانيا لا بد من قانون يبينه القرآن، وهذا القانون لا بد أن يكون ماذا؟
محاط بعناية خاصة، مثلا آيات غيبية، معجزات كونية، غيرها 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 إلى ذلك من الأمر. إحنا نجد القرآن الكريم عندما يريد أن يعرف ويثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وحقيته لليهود والنصارى لأصحاب الكتاب، يعرفهم بماذا؟ الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لأصحاب الكتاب، مجرد ذكره. وإلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إيش قد اللي يدعوا النبوة؟ مسيلم الكذاب، الأسود الأنسي، سجاح وغيرهم، لم يجرؤ أحد أن يقول أنا المنصوص علي بالتوراة والإنجيل، لأنه النص لا يدعيه إلا صاحبه. وهذا التاريخ يشهد من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وأعطي عهدا إلى يوم القيامة، لا يدعي نصا تشخيصيا أحد غير صاحبه. مسيلمة قال أنا مسيلمة، سجاح قالت أنا سجاح، وهنالك ربما يتولد إشكال على هذا الكلام اللي أقوله، وهو أنه كثير من الناس قالوا نحن المهدي. صحيح هذا كمقام، ولكن ليس نصا تشخيصيا. المقام ممكن يدعى، ولذلك تشوف حتى الربوبية ادعاها فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. الإمامة ادعوها على طول التاريخ كمقام ممكن أن يدعى، لا ضير في ذلك، ولا الله سبحانه وتعالى ولا يمسخ صاحبه أو يقتله، لأنه ليس فيه إضلال للناس. لابد أنه الناس تعرف أنه الذي يدعي النبوة لابد أن يأتي بالنص التشخيصي، الذي يدعي الإمامة الحقة لابد أن يأتي بالنص التشخيصي، وهذا غير متوفر في المدعي الباطل، لا يكون إلا في مدعي الحق. وتشوف آيات كثيرة عندنا في القرآن الكريم لو الآن نذكرها يطول بنا المقام، تحدد أنه لابد من تشخيص ونص تشخيصي لمعرفة حجة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو الجعل من الله. إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وهذا لا ينازع فيه إبراهيم. وتوجد في المقام حقيقة قصص واقعية في زمن موسى عليه السلام، لا أحب أن يطول المقام، ولكن لها شاهد هنا. هذه القصة طلعت عليها أنه عندما أوصى نبي الله يوسف عليه السلام إلى موسى بن عمران من ولد لاوي، كل من كان اسمه عمران سمى اسم ابنه ماذا؟ موسى، حتى يكون هو موسى بن عمران. وأحصوهم أكثر من 50 شخص، ولكن لم يدعي أحد منهم إلا موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر حري بالتحقيق والتأمل والتمحيص وتفحص التاريخ. هل يوجد واحد في يوم من الأيام قال أنا محمد الذي نص الله عليه في التوراة والإنجيل؟ هل قال شخص أنا علي الذي نص عليه رسول الله؟ الحسن، الحسين، أعداؤهم نعم، أنكروا إمامتهم نعم، ظلموهم نعم، ولكن لم يدعوا النص التشخيصي المختص بهم. ولذلك الإمام زين العابدين من ضمن الأمور اللي يميز نفسه وأهل البيت بها عن سائر الناس يا من خصنا بالوصية. وهكذا فالنص التشخيصي لا يمكن أن يدعى ولا يحتاج إلى أمور أخرى، وخلاف هذا يكون يثبت بالدليل، مو الواقع اللي موجود أنه برزت كرامات ومعاجز لرسول الله نعم، ولباقي الأنبياء نعم، ولكن هنالك أنبياء لا توجد لهم معجزة. هناك نوح عليه السلام ما عنده معجزة، لم نشهد ونسمع معجزة لنوح الذي لبث في قومه 950 عاما، 1000 سنة إلا 50، إلا الطوفان، وهذا هلاك للجميع. يعني بعد اليأس عن دعوتهم جاءهم العذاب، مو معجزة تعتبر. وكذلك الذين يقولون كما يبين القرآن الكريم ما جئتنا ببينة وما نراك فينا إلا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك،
هود عليه السلام ماكو معجزة، ولذلك لا يشترط، والذي يقول يشترط في معرفة الإمام المعجزة عليه أن يبرز الدليل، يعرف الإمام بالمعجزة نصا وليس اجتهادا أو كلام مثلا يعني من غير المعصوم، لا نصا يعرف المعصوم بالمعجزة، ولا يوجد عندنا هذا. طبعا سماحة السيد ليس ديننا علينا هين، يعني طبعا بحثنا كثيرا وتوسلنا بالله والأئمة حتى وصلنا إلى هذا الأمر. الحاكمية اللي ذكرها سماحة السيد يقول حاكمية الله هي الولاية التكوينية، أبدا ماكو ربط بين حاكمية الله وبين الولاية التكوينية. أصلا هو كلمة ولاية تكوينية لم ترد في نصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو اصطلاح اقترحه إما رجال الدين أو الحوزات العلمية، أو وليس في نصوص أهل البيت، لا يوجد شيء في نصوص أهل البيت اسم الولاية التكوينية، وإنما هي تقسيمات من الناس، ولاية تشريعية وولاية تكوينية، لا يوجد أي نص يدل على أنه شيء اسمه ولاية تكوينية. اليماني لا يمتلك ولاية تكوينية، طبعا هذا بالضمن هو احنا نفينا اصل شيء اسمه ولاية تكوينية، وانما اصطلاحه الناس بغض النظر عن من هم الناس، فهذا انتهى يعني انه اليماني لا يمتلك ولاية تكوينية، والمقصود بها طبعا الاخوة بالحوزات العلمية والاخوة الخطباء الله يحفظهم ويسددهم ان شاء الله، يقصدون بالولاية التكوينية أنه الإمام يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون، يقلب التراب إلى ذهب ويميت ويحيي ويشفي وإلى غيرها من الأمور. الله تبارك وتعالى فعلا سخر لخلفائه كل ما يتعلق بنشر دعواتهم الدينية وما يرتبط في تبليغ الدين الحق في زمانهم ممكن، ولكن ليس شرطا عليهم، ليس شرطا عليهم، يعني بحيث لو جئت إلى الإمام وقلت له هذه حجرة أقلبها إلي إلى ذهب، إذا لم يقلبها هل هو ليس بإمام؟ أبدا لا يوجد هذا المنطق في علم الدين. فهذا الإصطلاح هو ليس إصطلاحا من خلفاء الله، لا يوجد في القرآن الكريم ولا يوجد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يعني القرآن الكريم كذلك يبين عندما يطلبون معاجز من الأنبياء هذا يكون جوابهم صلوات الله وسلامه عليهم إنما الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، إذا ما إذن الله سبحانه وتعالى في تحقيق معجزة ما، هذا لا يبطل ادعاء بأنه حجة من حجج الله، وإنما يلجؤون الأمر إلى الله. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني لا ننسى إحنا كل الأنبياء، بل عفوا أكثر الأنبياء جاءوا بمعجزات وبعضهم لم يأتي، مثل نبي الله هود عليه السلام، نبي الله نوح عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام تحققت فيه معجزات واضحة وأوضح من الشمس، أحيى الموتى وأبرأ الأكمى والأبرص، ولكن هل آمنوا به؟ هل آمن به قومه؟ لم يؤمن به إلا الحواريون الذين يعدون على عدد الأصابع، بل الذين كانوا ينتظرونه ويمهدونه من رجال دين اليهود أسلموه إلى الروم، أسلموه إلى الصلب، ظنا منهم أنه هو بعد عملية إلقاء الشبه عليه سلام الله عليه وبعد أن رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ولكن شاهدنا هل هذه المعاجز كانت يوما ما دليلا لأن تؤمن الناس؟ ألم يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وآله شق لنا القمر، فلما شق لهم القمر قال تؤمنوا؟ قالوا نعم. شق لهم القمر قالوا ننتظر ركبا من الشام يأتي، إذا شق في الشام يعني أنت صادق. فلما جاء الركب قالوا هل انشق القمر عندكم؟ قالوا بلى. قال ما أعظمك من ساحر،
شققت القمر هنا وفي الشام، ما أعظمك من ساحر. فهي ليست دليل، ولا يلزم الله بها سبحانه وتعالى الناس بأنه تحققت المعجزة. ليش ما تؤمن؟ لأنه ماكو دليل. ونطلب دليل أنه يقول أن المعجزة هي دليل على حجية حجة الله في زمان، لابد أنه يأتي من بمعجزة، وإلا هذا الأمر فموجود به صريح القرآن الكريم. بعض الأنبياء ليس لهم معاجز، فلا ننفي نبوتهم، وإنما النص التشخيصي يكفي، وهو حجة على الناس يحاسبون عليه. سند الوصية ضعيف. طبعا سماحة السيد ذكر بعض الأمور، بعدين أيضا رجع يقول لم يرد ذكر المهديين على نحو يعني يعتد به أو كذا، وردت وتحمل على أشياء أخرى. طيب، سند الوصية ضعيف. الوصية نحن نعتقد أنها متواترة، وكما تعلمون أن التواتر لفظي ومعنوي، ولا ندعي أنها متواترة بالتواتر اللفظي، وإنما بالتواتر المعنوي. فقط أمامي الآن كتاب كتبه الشيخ أحد الأنصار حفظه الله، وموجود بهذا الكتاب 40 حديث، يقول من باب التيمن 40 حديث يذكرون المهديين صلوات الله وسلامه عليهم، من باب التيمن لا أكثر، وإلا العدد أكثر من ذلك بكثير. من قبيل إن منا بعد القائم 12 مهديا. منين يا ابن رسول الله؟ من ولد الحسين. خاف يجي واحد يقول دول المهديين هم نفسهم الأئمة أو رسول الله أو علي بن أبي طالب وكذا مثلا، يعني الإشكال اللي أورده الشيخ أو الشبهة هذه مطروحة، يعني مو السيد الله يحفظه إن شاء الله هو الذي اقترحها أو جاء بها، لا، هاي مطروحة مطروحة ومجاب عليها أنه هم نفسهم بالرجعة. ليش؟ تلافيا لألا يكون أكثر من 12 حجة أو إمام أو خليفة، بينما العلماء السابقون رحمهم الله جميعا وحفظ الله العاملين مثل السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية يقول إنا لا نقطع بزوال التكليف بعد الإمام المهدي من وجود أئمة يقومون بحفظ الدين. والسيد الصدر الثاني بموسوعته رضوان الله تعالى عليه وقدس الله روح الزكية يذكر بهذه الموسوعة حكم الأولياء الصالحين اللي هم المهديين، واللي يقول هم من ولد الإمام ويتربى أولهم على يدي الإمام وهو أول المهديين وله دور كبير. كذلك يذكرها حتى الشيخ الكوراني في كتبه الآن موجودة، بعض النصوص اللي يذكرها يقول المهدي الأول يلقى عناية خاصة من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يتربى ويتتلمذ على يديه. طيب إما سلام الله عليهم التدقيق بكلامهم لما مو بس يبين إن منا بعد القائم 12 مهديا ويسكت، لا، من ولد الحسين، خلص انتهت القضية، دولة من ولد الحسين، شلون 12 مهدي من ولد الحسين؟ المعلوم عندنا 9 من ولد الحسين عليه السلام، من أين جاء بثلاثة؟ إذا قلنا هذه رجع ورسول الله أحدهم وعلي بن أبي طالب ثانيهم والحسن ثالثهم، هل رسول الله ابن الإمام الحسين أم علي بن أبي طالب ابن الإمام الحسين عليه السلام؟ إضافة إلى ذلك مخالفة هذا الكلام إلى صريح القرآن الكريم الذي يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، 18 رواية تفسر وجعلها كلمة باقية في عقبه أنه الإمامة في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة. طبعا أكيد إحنا بعد وفاة الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وجعل يومنا قبل يومه، لا تقوم القيامة مباشرة بعد وفاة الإمام المهدي صلوات الله عليه. عندنا الروايات اللي تذكر حكم الإمام 7 سنوات أو 19 سنة أو قل 313 سنة، ولكن ليس
يوم القيامة. أصح الروايات تقول 7 سنوات يحكم الإمام ثم يقتل روحي له الفداء. طيب أنا لما أريد أصفح الروايات اللي تذكر المهديين وأجد ما يقارب 70 رواية تذكر المهديين، لما أجي إلى اعتقادي ومعتقدي ومذهبي بماذا يثبت عندي التواتر؟ بماذا يثبت التواتر؟ هي الرواية الواحدة المقرونة يعتبرونها الشيعة، تعتبر حجة وملزم العمل به. فكيف 70 رواية تذكر المهديين ومئات الروايات اللي تذكر الأئمة سلام الله عليهم؟ هذا هو التواتر المعنوي لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، 12 إماما و12 مهديا. وبعض الروايات خصصت هؤلاء المهديين هم من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والكلام كثير، ولكن رعاية للاختصار ذكرنا هذا الأمر. أما السند المتعارف عليه في علم الرجال اللي طرق له سماحة السيد من قوي وضعيف وحسن وغيرها وغيرها، نحن أنصار السيد اليماني رغم أننا لا نعتقد بما يسمى بعلم الرجال لأنه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى صراحة ومخالف للواقع، والذين أحصوا الذين كتبوا في علم الرجال لم يحصوا جميع الرجال الذين نقلوا عن محمد وآل محمد، ولذلك عندما يأتي شخص غير معرف من قبل هؤلاء يسمى مجهول وروايته يلقى بها عرض الجدار، لا يؤخذ بها مجهول، ضعيفة لأنه بها مجاهيل. هذا الأمر احنا بفضل الله سبحانه وتعالى القاعدة في معرفة صحة الرواية هي ما قاله محمد وآل محمد من العرض على كتاب الله وسنة رسول الله الثابتة. اللي يخالف هو هذا اللي حقيقة مو يعني يسقط تماما عن الاعتبار، ولكن لا يعمل به، لا يعمل به حتى يأتي تأويله ربما يكون له مصداقية وله حق. أما ما نعمل به هو الروايات الموافقة للقرآن الكريم، وهذه الرواية بأوضح صورة وأجلى صورة موافقة للقرآن الكريم بعدة مواطن. وأوصى بها إبراهيم إلى بني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب بمعنى وجب عليكم أنه إذا حضر أحدكم الموت أن يكتب وصية. وسيد ورسول الله صلى الله عليه وآله سيد المشرعين، سيد المؤمنين الذين يطبقون كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يموت ولا يوصي؟ والذين يقولون هذه الوصية مثلا مردودة أو كذا أو ضعيفة، فليأتونا بوصية رسول الله ليلة وفاته عند الاحتضار التي يوجبها القرآن الكريم. القرآن الكريم هنا ماكو كلمة زائدة أو ناقصة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم عند الحضور، في حالة الحضور الوصية. وإضافة إلى ذلك الأحاديث الكثيرة: من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية، من مات ولم يوصي ختم عمله بمعصية، وهكذا القرآن الكريم يذم الذين لا يوصون. ماذا يقول؟ لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، مذمومين اللي ما يستطيعون الوصية ولا يوفقون إلى الوصية. هذا فيض من غيظ بما يتعلق بهذه القضية التي تتعلق في وصية رسول الله المظلومة التي فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هداية للبشرية وعاصمة من الضلال: ائتوني بذوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وهذا في يوم الخميس، وعلم القوم ماذا أراد أن يكتب رسول الله، فبعضهم قال يهجر وأحثروا من اللغط، فطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوصية المباركة اللي ينقلها الشيخ الطوسي قدس الله روحه الزكية وجزاه الله خير الجزاء، ويوردها بالإضافة إلى الشيخ الطوسي 13 مصدر من أوثق مصادر الشيعة، ويعبر عنها الشيخ الطوسي بأنها وردت
من الخاصة يعني من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم وردوا هذه الوصية في جملة من الوصايا اللي تثبت أولاد أو ذرية الإمام المهدي سلام الله عليه. فكلام السيد المرتضى يتعلق بهذا المضمون تماماً، يقول إنا لا نقطع بزوال التكليف بعد الإمام المهدي من وجود أئمة من بعده يقومون بحفظ الدين. وبعد الرجل جزاه الله خير، وهذا مضمون الكلام لا يمنع أن نكون إثنا عشرية، فقد أطلق علينا هذا القول ونحن نعتقد بهم صلوات الله عليهم. مضمون الكلام لو الأخوة نزلوا النص يكون أفضل، نعتقد بهم تمام الاعتقاد، ولكن أيضا نؤمن بماذا؟ بوجود حجج يقومون بحفظ الدين بعد الإمام المهدي، لأن التكليف لا يزول ولا بد من وجود حجج إلى يوم القيامة. المهديون هم محمد وآل محمد، وهم في الرجع مثل ما تفضل سماحة السيد، وهذا القول أجبنا عليه، قلنا كثير يقولون هذا الكلام وهو منافي لما موجود من ذكر المهديين، والوصية تسمي أول المهديين، وعدة روايات وردت تسمي هذا الرجل وتهتم به هو أحمد وعبد الله والمهدي كما ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدية المهديين تدل على بعدية زمنية مثل ما تفضل سماحة السيد، يعني ذولا المهديين سماحة السيد يقول وإن كنت مثلا أقر بهم ولكن مو الآن، يجيني المهدي الثاني عشر بعد موجود ويجيني واحد يقول أنا أول المهديين. هذا خلاصة كلام السيد، وإذا أكو اشتباه أو كذا فعلا بلي بلي. فأحمد الحسن أول المهديين الآن لا يلغي وجود الإمام المهدي، وعلى مر التاريخ كل حجج الله كل خلفاء الله كل الأنبياء لا يموت الموصي حتى يوجد الموصى إليه، لابد من وجود الموصى إليه في حياة الموصي، وهذا قاعدة تريد تعتبرها شرعية، تريد تعتبرها من السرد التاريخي، تريد تعتبرها عقلية، والأدلة أكثر من أن تذكر من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب هذه الوصية. ماذا قال؟ يا علي إنه سيكون بعدي، هنا بعد أكد بعدي 12 إمام ومن بعدهم ماذا؟ 12 مهديا. طيب بعدي يعني هل يتعارض مع وجود الإمام علي في زمان الإمام والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين موجودين ويمارسون مهام أمير المؤمنين؟ أكو معركة ما كانوا يا رسول الله إلا تبوك الذي خلفه بعده على الأمة، يرسله لليمن يرسله كذا يرسله كذا، مهام يقوم بها. يعني لو علي بن أبي طالب عندما ذهب بأمر من رسول الله إلى اليمن يقولون له اذهب النبي موجود أنت لازم تجي بعده ورا ما يموت، هذا الكلام مرفوض يعني من ناحية الدليل من ناحية العقل والمنطق، فلا بد من وجود الحجة الذي يأتي بعد الحجة في وجوده ويتتلمذ على يده ويستلم الإمامة منه، ولكن شو وقت مثل ما يبين النص. وسماحة السيد أيضا مطلع على أنه الرواية تقول على الإمام المهدي سلام الله عليه فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي أحمد وعبد الله المهدي وهو أول المؤمنين، أول من يؤمن به هو. طيب إذا ما موجود شلون أول من يؤمن به عند ظهوره؟ لابد من وجوده. أضف إلى ذلك بالنسبة إلى هذه البعدية، ما الذي يسلمه إذا حضرته الوفاة فليسلمها؟ كثير يشكلون شلون يسلمها وهو حاضر موجود. حبيبي يسلم ماذا يسلمه؟ يقولون يسلم الوصية، لا يسلم مقاليد الإمامة شو وقت ورا ما تحضر الوفاة، أما قبل أن تحضر الوفاة لا أبدا ما يسلم مقاليد الإمامة،
ولا الخلافة الإلهية المطلقة، إنما هو مأمور بأوامر حجة الله المطلق على خلقه في زمانه، وهو في هذا الزمان إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. رواية زرارة حول تعارض الأخبار، هنا سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو عندنا تعارض، ماكو عندنا رواية تعارض رواية المهدي. أنا أريد نص ينفي وجود مهديين أو يعارض وجود مهديين. أما النصوص التي تذكر الأئمة الاثني عشر لا يتنافى مع وجود ماذا؟ مع وجود مهديين، ولذلك رسول الله جمعهم. يا علي اثنى عشر إمام بعدهم اثنى عشر مهدياً، الإمام الصادق عليه السلام يقول إن منا بعد القائم اثنى عشر مهدياً، مسجد سهيل يصلي به اثنى عشر إمام عادل، بعد طبعا بعد أن يجتمع محمد وعلي في الثوية وإلى غيره في مسجد سهيل ويصلي فيه اثنى عشر إمام عادل اللي هم المهديين صلوات الله وسلامه عليهم، وما يقارب السبعين رواية تذكر المهديين. بعد ماكو تعارض، اللي يقول تعارض ونأخذ بأي الخبرين فلا بد من إيجاد الرواية التي تنفي وجود مهديين، وإثبات الشيء إثبات 12 إمام لا ينفي ما عدا مثل ما بين السيد المرتضى، ومثل ما فهم السيد المرتضى، ومثل ما فهم الشهيد السعيد محمد محمد صادق الصدر قدس الله روحه الزكية، ومثل بعض المعاصرين يعني مثل سيد كاظم الحائري. أنا من تلاميذه وأعوذ بالله من الأنا، وكنت موجود في أكثر التسجيلات اللي الآن موجودة عندما سئل ماذا يكون وضع العالم بعد المهدي سلام الله عليه، موجودة على اليوتيوب، بس تكتبون سيد كاظم الحائري ماذا يكون وضع العالم بعد الإمام المهدي، يقول وجود 12 مهدي من أولاده، طبعا هم يقول وأولهم سيد رشيد الحسيني قبل فترة سألوه سؤال، من الذي يغسل المهدي إذا اشترطنا أنه الإمام لا يغسله إلى إمام؟ قال 12 مهدي وأولهم هو الذي يغسل الإمام المهدي، وهذا أيضا موجود كذلك على اليوتيوب. وإحنا هذا مو دليلنا، الكلام السادة والمشايخ مهما يكونون الله يحفظ الموجودين ويرحم الماضين ليسوا بحجة علينا، ولكن نبين فهمهم لهذه النصوص. كل كلامنا كل حديثنا بحجية النصوص. أنا لما عندي 70 رواية تذكر المهديين أو عندي مثلا 1000 رواية تذكر الأئمة، هذا صار تواتر معنوي. أنا أعتذر من السيد فن، حبيت أنه يختصر أسئلته حتى شنو أختصر الجواب، لأنه كل كلام لابد أنه ما يطلق على عواهنا بدون جواب. العلم موجود عند الجميع، السيد يقول سلام الله يحفظه إن شاء الله، سلام الله عليه. هاي الفلتات ما تجي اعتباضا إن شاء الله، نسأل الله أن يسددكم ويوفقكم لكل خير. سدد الله بالمؤمن. العلم موجود عند الجميع فلا يكون دليل على معرفة الحج. زين، لمن الله سبحانه وتعالى يتحدى الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتم. يعني هذا جواب قرآني بوضوح وباختصار. أما العلم اللي يعد حجة الله وإن كان يدعي فنثبت، إحنا أكو نصوص تثبت، أكو أشياء فارقة بالعلم. العلم اللي موجود عند حجة الله لا يمكن أن يكون موجود عند عامة الناس، وإلا لم احتاج إليه أحد، كل يكتفي بعلمه وانتهت المسألة فيميز. ولذلك كثير من الروايات إن شاء الله سماحة السيد يطلع عليها، وإن شاء الله مطلع هو، ولكن لعله إلى فهم إلها يعرف بثلاث: النص والعلم. إن مثل العلم فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل، يعني يعرف به ماذا؟ حجة الله. إذن هاي على هذا النحو الاختصار يكفي، وإلا الكلام أيضا كثير. أحسنتم، أحسن الله عليكم. بقت مسألة أخيرة، يمكن الحاكمية أمران
التكويني والتشريعي، وهذا حقيقة هو ليس من الله وليس من آل محمد صلوات الله عليه، لم يرد نصا بهذا التقسيم، وإنما هذا اصطلاح معاصر وليس من التشريع، لا من الأئمة ولا من القرآن الكريم. وأستميحكم قدرا للأسف. أفوان أفوان أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولكم أن اليماني رايته راية هدى ولا بأس من الدعوة إلى نفسه، واستدليتم على ذلك بالنص التشخيصي، وقلتم أن النص التشخيصي هو حاكم، فيستدل على كلامكم بكلامكم. ألم يرد في الرواية أن اليماني من اليمن ونص تشخيصي؟ ورد في الرواية أن اليماني قائد عسكري، أشارت الروايات إلى ذلك، وهو نص تشخيصي، فكيف تعالجون هذا الأمر إن سمحتم لي؟ هي جواب؟ لا أكمل إن شاء الله سيدنا، وأنتم لكم الحرية. وورد أن اليماني بدعوته إلى صاحب الأمر يقبل الناس عليه، قلتم لا بأس بالتعريف، أي أن يعرف عن نفسه، فهل هذا التعريف يكون وفقا للمعايير التشخيصية أم لا؟ إن قلتم نعم، فأين التشخيص الدال على صاحب الدعوة؟ وإن قلتم لا، فانتفى الأمر كله من جذره. بلي. وقولكم أن اليماني هو المهدي، فكيف اجتمع الأمرين والنصوص تدل على أن اليماني هو غير المهدي؟ فكيف ذلك؟ والرواية تقول أي اليماني أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والطريق المستقيم هو الصراط المستقيم، أكيدا تتفقون معي في ذلك، وتتفقون معي أن الدعوة إلى الحق وهي الحقيقة، وإلى الصراط المستقيم تعني أن هذا الشخص لا يخطئ أبداً. فهل معنى ذلك قولكم أن صاحب الدعوة معصوم عن الخطأ؟ فإن قلتم نعم، فكيف يتفق ذلك مع أخطائه التي رأيناها جميعاً في الإملاء؟ فمثلاً أنقل لكم هذه الأخطاء الكثيرة التي وردت في الآيات في بيان وجهه إلى طلبة الحوزة العلمية في النجف وقم، استفتح كلامه بأن أخطأ في قراءة قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هو قرأ لفظ الجلالة مفخمة، أي قرأها هكذا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، وهذا خطأ واضح وإلحان، فكيف يتفق مع عصمته؟ وقرأ قوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69، فأخطأ في كلمة سبلنا فرفعها فقال سبلنا، وهذا خطأ فادح لا يقع فيه أي متقن للغة فضلا عن طالب فقه، فكيف يتفق مع العصمة؟
وقرأ كلمة ضيزى من قوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزى، قرأها بفتح الضاد فقال ضيزى مع أنها مكسورة الضاد. وقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آل عمران الآية 26، فأخطأ فيها 3 أخطاء واضحة. هو قرأ اللهم بالتفخيم مع أنها تلفظ من دون تفخيم قل اللهم، وهو قال قل اللهم. والخطأ الثاني أنه جر كلمة مالك مع أنها منصوبة مالك وليس مالك ما عفوا أنه جر كلمة مالك مع أنها منصوبة، هو قال مالكي مع أنها منصوبة مالك بالفتحة، وتستطيعون الرجوع إلى البيان الذي صدر عنه لطلبة الحوزة في النجف وقم. وقرأ قوله تعالى قل فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأخطأ في كلمتي لأقعدن فقال لأقعدن بكسر العين مع أنها مضمومة. وقرأ قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فحذف الواو من كلمة وإذا فقال إذا وقع القول ولم يقل وإذا وقع القول، فكيف يتفق هذا مع العصمة؟ أنقل لكم ما فسره صاحب الدعوة. قال صاحب الدعوة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في هذه الآية أن الأمة الوسط هي الأمة المحمدية الحقيقية، وهم 313، والوسط هو الصراط المستقيم وهو المهدي الأول لأنه وسط بين الأئمة والمهديين، فالأمة الوسط هم أتباع المهدي الأول وأنصار الإمام المهدي، وهم أيضا خير أمة أخرجت للناس بل وخير أئمة. وهذا كلام متضارب لأنه قال أن الأمة الوسط هم 313، ثم عدل عن كون هؤلاء هم الوسط فقال الوسط هو المهدي الأول، فأي الكلمتين نتبع، قوله الأول أم قوله الثاني؟ ثم كيف يخبر عن الجمع بمفرد مغاير له؟ وهذا أمر لم تنص عليه قوانين اللغة. ثم عدل عما قاله قبل سطرين فقال إن الأمة الوسط هم أتباع المهدي الأول وأنصار المهدي، ولا يخفى أن 313 ليسوا أتباع المهدي الأول وإنما هم أنصار الإمام المهدي المنتظر. طبعا أوضح للشباب أن قول صاحب الدعوة المهدي الأول يعني به هو، يعني به نفسه، وهو يسمي نفسه المهدي الأول كما يعلم جناب السيد والإخوة. بل وفي تفسير قوله تعالى عفوا كيف يتفق هذا التفسير المتضارب مع العصمة، مع القول بعصمته، وكيف يتفق أخطاؤه وإلحانه في القرآن مع عصمته؟ وفي تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال الصلاة هي الولاية أي حافظوا على الولاية، والصلاة الوسطى أي الولاية بين الأئمة والمهديين، أي ولاية المهدي الأول في بداية ظهور الإمام المهدي، لأن المهدي الأول من المهديين
وأيضا يعد من الأئمة كما في الروايات. هذا المصدر المتشابهات 4 صفحة 73. ولا يخفى أن عطف الصلاة الوسطى على الصلوات وهو مما يعبر عنه بذكر الخاص بعد العام، إنما هو لبيان أهمية الخاص وولاية المهدي الأول وهو صاحب الدعوة كما قلت، ليست أكثر أهمية من ولاية أمير المؤمنين وولاية باقي الأئمة لتكون مخصوصة بالذكر دون ولاية باقي الأئمة. فكيف يتفق ذلك؟ فهو يقدم ولايته على ولاية الإمام صاحب الولاية وصاحب بيعة الغدير، ويقدم ولايته على الأئمة من بعد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من ناحية التفسير. نعم. ومن أخطائه النحوية قوله وأما العترة فقد ذروتم حكمتهم اليمانية ورواياتهم الربانية ذروى الريح للهشيم، فنصب كلمة رواياتهم بالفتحة مع أنها تنصب بالكسرة. وقال تقولون إن رواياتهم التي وصفوني بأنها ليست حجة ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأئمة وبي وبالمهديين ليست حجة، ومعرفة القرآن وطرق السماوات ليست حجة، فنصب كلمة رواياتهم بالفتحة مع أنها تنصب بالكسرة، وقال حجة بكسر الحاء، وكرر ذلك 3 مرات مع أنها مضمومة حجة، وهو ما أقره أصحاب اللغة كابن منظور في لسان العرب والفيروز أبادي في القاموس المحيط وغيره من كتب الصحاح أنها حجة تطلق كما أطلقها العرب. والفرق بين الحجة والحجة أن الحجة هي ما يستدل به على الخصم وهو المراد في كلامه، وأما الحجة فهي السنة كما قال تعالى إني، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، حجج بكسر الحاء، أي 8 سنوات. فهذا من الأخطاء اللغوية التي صدرت عنه، فكيف يتفق ذلك مع عصمته؟ والكلام حقيقة في جانب الأخطاء التي صدرت عن صاحب الدعوة في عباراته وما كتبه ومكتوباته كثيرة. إذا سمح لي الشباب أن أنقل لهم شيئا بسيطا من لطف السيد الله يرعاه، من خلال تسجيلاته المنسوبة إليه وبياناته، فهو قال أو زعم كما ينص أو تنص الكلمة العلمية، فهو زعم ودعوة تصدر من الإنسان، زعم في كتابه المتشابهات أن نبي الله إبراهيم كان يعتقد بأرباب غير الله تعالى. أستغفر الله من ذلك، أعاذ الله نبيه من هذا القول. قال فإبراهيم لما كشف له ملكوت السماوات ورأى نور القائم قال هذا ربي، فلما رأى نور علي قال هذا ربي، فلما رأى نور محمد قال هذا ربي، ولم يستطع إبراهيم تمييز أنهم عباد إلا بعد أن كشف له عن حقائقهم. أيها الشباب أنقل لكم نص كلامه، وتبين أفولهم وغيبتهم عن الذات الإلهية وعودتهم إلى الأنا في أنات، وعندها فقط توجه إلى الذي فطر السماوات وعلم أنهم عليهم السلام صنائع الله، والخلق بعد صنائع لهم.
ولا يخفى أن نبي الله إبراهيم أجل وأعرف بالله تعالى من أن يقع في هذه الوقعة العظيمة فيعتقد أن له أربابا من دون الله ولو في بعض الأنات. وما ورد في تفسير علمائنا منهم الشيخ الطوسي على الله مقامه في التبيان، ومنهم الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ومنهم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وما استفاض من روايات أهل البيت ومن مناظرة الإمام الرضا في حضرة المأمون العباسي، أن النبي إبراهيم إنما احتج على قومه بعلم الكلام، إذ أن كل نبي في زمانه يحتج بما هو مشهور على قومه وعلى مجتمعه. فعيسى احتج بالطب المشهور في زمانه، وموسى احتج بالسحر المشهور في زمانه، وإبراهيم احتج بالجدل المشهور في زمانه. لاحظوا معي، وقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي أنه احتج عليهم، وهذا فيه دلالة واضحة على أنه عليه السلام لم يكن أبدا شاكا في وحدانية الله ومعرفته، وإنما احتج بأن الله لا ينتمي إلى عالم الأفول وعالم الإمكان وعالم الحدث، إذ أن الله واجب الوجود لذاته ولا ينتمي لهذا العالم الذي يطرأ عليه الفناء ويطرأ عليه البقاء. طيب، اسمحوا لي ويسمح للسيد أن أنقل له رواية الشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن علي بن محمد ابن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. إلى أن قال: فقال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقا، فأخبرني عن قول الله عز وجل في حق إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فقال الرضا: إن إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف، أي من مجتمعه، صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي أخفي فيه، فلما جن عليه الليل رأى الزهرة فقال هذا ربي على الإنكار والاستخبار، فلما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين. ثم لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات القدم، هذا نص الإمام الرضا، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي على نحو الإنكار والاستخبار، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقول لو لم يهدني ربي، بمعنى لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضالين. فلما أصبح ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر من الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار، وفرق بين الإخبار والإقرار والاستنكار والإنكار كما يعلم كل عاقل كوجوهكم الطيبة. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام ما قال أن يبين لهم بطلان دينهم ويثبت عندهم أن العبادة لا تحق لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس، لأن كل هذه مخلوقات فانيات والله تعالى قديم لا يطرأ عليه الفناء. فقال المأمون: لله درك يا ابن رسول الله. انتهى الحديث. كيف يتفق خطأ كهذا الخطأ الكارثي الذي وقع فيه صاحب الدعوة بنسبة هذا الخلط لنبي من أو رسول من رسل الله أولي العزم، كيف يتفق مع القول بعصمته التي يدعيها الإخوة الذين يتبعوه؟ طيب، هل لديه أيضا أخطاء أخرى؟ نعم، أنقل لكم خطأه في مقامات الأئمة.
قال صاحب الدعوة والكلام له في المتشابهات 4 صفحة 218. هو ذكر أن أمير المؤمنين عقله مغلوب من جهة الأنا والظلمة، استغفر الله من هذا الكلام، عقل علي بن أبي طالب وهو علي صاحب الولاية، قال عقله مغلوب من جهة الأنا والظلمة، فقد وجه إليه سؤال، أي لصاحب الدعوة، نصه: ما معنى قول أمير المؤمنين في دعاء الصباح عقلي مغلوب؟ فأجاب بقوله: من جهة الأنا والظلمة، فلو لم يكن فيه هذا الحال لكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مرتبتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهي مرتبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه ذكر أن الإنسان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هو أمير المؤمنين، استغفر الله من ذلك، فقد ورد له سؤال نصه: ما معنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر؟ فأجاب بقوله: أمير المؤمنين علي عليه السلام، فهو الإنسان وهو في خسر نسبة إلى محمد، نسبه أي أنه قارنه بمحمد، فكان علي في خسر نسبة إلى محمد، فمقام الرسول أعلى وأعظم من مقامات الإمام علي عليه السلام. وهذا كلام كما نعلم باطل، لأن الله تعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلا أداة استثناء، وعلي بن أبي طالب من الذين آمنوا ومن الذين عملوا الصالحات، فأين النص الذي يخصص هذا النص القرآني ويؤوله إلى المقارنة بين أمير المؤمنين وبين النبي؟ هذا طبعا يسأل عنه صاحب الدعوة، لأنه هو من أورد ذلك. ثم ما هو السبب الذي جعل أمير المؤمنين عليه السلام بخصوصه في خسر نسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحال أنه إذا كان أمير المؤمنين في خسر فإن باقي الناس كذلك من باب أولى. فهل نقول أن الناس كلهم في خسر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل يتفق ذلك مع المنطق السليم؟ أكيد لا. طيب، وهنالك قول في الحسين عليه السلام أعظم وأعظم، لو سمح لي السيد والإخوة والشباب. أجاب بجواب طويل صاحب الدعوة، ذكر فيه أن الشرك 3 أنواع، إلى أن قال: ثالثا الشرك النفسي، وهو أخفى أنواع الشرك، وهو الأنا التي لا بد للمخلوق منها، وهي تشوبه، نعم تشوبه أي تلبسه بالظلمة والعدم، التي بدونها لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكل عبد من عباد الله هو مشرك بهذا المعنى. القول له أنقل لكم كلامه نصا. والإمام الحسين أراد بهذا المعنى من الشرك وما يصحبه من الشك، والإمام الحسين عليه السلام أراد هذا المعنى من الشرك وما يصحبه من الشك، وكان الإمام الحسين يطلب الفتح المبين وإزالة شائبة العدم والظلمة عن صفحة وجوده التي بدونها لا يبقى إلا الله الواحد القهار سبحانه. وبالتالي فإن الحسين كأنه يقول: إلهي، لا أحد يستحق الوجود إلا أنت، ووجودي ذنب عظيم، أي وجود الحسين لا سبيل إلى غفرانه إلا بفنائي وببقائك أنت سبحانك. وهذا الشك والشرك بالقوة لا بالفعل، أي أن منشأه موجود لا أنه موجود بالفعل. القول له في المتشابهات 2 الصفحة 19، يقول: وهذا الشك والشرك بالقوة لا بالفعل، لا أنه موجود بالفعل، أي أن قابلية الفعل موجودة لكنها غير متحققة
بالفعل أي لا توجد في الخارج. والتهافت كثير في هذا الكلام، فإن الشرك والشك إذا كانا غير موجودين بالفعل فلماذا يدعو الإمام الحسين ربه لكي يطهره منهما؟ سؤال يطرح نفسه. السؤال الثاني، كيف يتفق هذا مع قولهم عليهم السلام أو المستفاد من قولهم أنهم معصومون بالذات، أي ولدوا معصومين سلام الله عليهم، إن كان الشرك والشك موجود بقوة الطبع في نفوسهم إلا أنه غير متحقق في الخارج. نعم. ثم كيف يصح المعنى من كلام الإمام الحسين أن يحمل هكذا؟ نحن نعتقد أن وجود الحسين هو استمرار وتأكيد ومصداق لوجود الله سبحانه وتعالى. أليسوهم أبواب الله؟ أليسوهم حجج الله التي يؤتى منها الله عز وجل؟ فكيف يطلب الإمام أو كيف يعتبر الإمام أن وجوده يعتبر ذنب عظيم ولا سبيل إلا غفرانه؟ أقول كيف يتفق هذا مع العصمة التي تدعى لصاحب الدعوة؟ وأختم في هذا القسم بقوله عن الإمام المهدي نفس الإمام المهدي، أرجو منكم أن تلتفتوا إلى ما يقوله صاحب الدعوة بحق الإمام الثاني عشر للمسلمين الشيعة، يقول: وهكذا الإمام المهدي يستغني في زمن الظهور عن روح القدس الأعظم، لأنه فتح له في زمن الغيبة الصغرى، فينتقل روح القدس الأعظم إلى المهدي الأول. طبعا المهدي الأول يعني نفسه. فكما يصدق أنفسنا وأنفسكم على رسول الله، كذلك يصدق هنا على الإمام المهدي والمهدي الأول. المهدي الأول يعني نفسه صاحب الدعوة، من جهة الرداء الذي لبسه رسول الله وأمير المؤمنين، وهو روح القدس الأعظم، وإلا فلا تساوي بينهما إلا من هذه الجهة، فرسول الله أفضل من علي، وكذلك الإمام المهدي أفضل من المهدي الأول، وتساويهم من هذه الجهة جهة الرداء، وهو روح القدس الأعظم الذي تردى أي تلبس به المهدي الأول، لأنه يحتاج إلى التزديد ولم يحصل له الفتح، بينما الإمام المهدي حصل له الفتح، فتزديده من الفتح، لأنه في النات لا يبقى إلا الله الواحد القهار. أما المهدي الأول فلم يحصل له الفتح، لهذا يسدد بروح القدس الأعظم، ويدعى له بأن يعبدك لا يشرك بك شيئا. ثم يقول: إن كل إمام معصوم يحتاج إلى تزديد روح القدس دائما. زين. وأي فتح هذا الذي حصل للإمام المهدي في زمن غيبته حتى أغناه عن أن يسدده أو أن يسدده عفوا روح القدس؟ لا أعلم. يسأل صاحب الدعوة عن كلامه. روى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن علي ابن عبد العزيز عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله، جعلت في ذاك إن الناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وجه عليا إلى اليمن ليقضي بينهم، فقال علي: فما وردت علي قضية إلا حكمت فيها بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: صدقوا. قلت: وكيف ذاك ولم يكن أنزل القرآن كله وقد كان رسول الله غائبا عنه؟ فقال: تتلقاه به روح القدس. فيبدو أن روح القدس ملازمة للأئمة، وهو قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها في سورة القدر. فكما ورد في عدة مصادر أن أحد أصحاب النبي سأل رسول الله: على من تنزل الملائكة والروح؟
قال علي. قال فعلى من بعدك يا رسول الله؟ قال على علي عليه السلام وبنيه المعصومين. طيب، وفي كتابه إضاءات من دعوات المرسلين أنه قال: فأينما تتجهون فإن قبلتكم إلى الله هي وجه الله ولي الله وحجته على خلقه، لأن روحه لا تقيد بقيد الأجسام، فهي موجودة ومحيطة بكم من كل الجهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم الحقيقة، فآل محمد هم الطعام الذي تأكلون والماء الذي تشربون والهواء الذي تتنفسون. قال عيسى: أنا خبز الحياة، وآل محمد هم موسى وهامان، وهم إبراهيم ونمرود، وهم نار إبراهيم وهم بردها. فقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وآل محمد هم الرحمن في الخلق، وهم صنايع الله، والخلق صنايع لهم، وخلقهم الله منهم عليهم السلام خلق الخلق. إضاءات من دعوات المرسلين، الأول إلى الثالث، صفحة 54. هذا الكلام من الغرائب حقيقة، يعني قاله صاحب الدعوة إن سمحتم لي. وهذه الابتسامة التي رافقت كلامي ليست من باب السخرية وإن من باب التعجب. فهذا الكلام من الغرائب، كيف يكون آل محمد هم موسى وهامان؟ الله أكبر، كيف يجتمع العدو والولي في ذات واحدة؟ وإبراهيم ونمرود، كيف يكون آل محمد إبراهيم ونمرود؟ فتكون حقيقتهم جامعة للمتضادات التي لا تجتمع بحال، وهذا ما أقره المنطق الأرسطوطاليسي في أقسام المتقابلين. لا يجتمع المتضادان من جهة واحدة في محل واحد في آن واحد. طيب، أقول هذه أخطاء، كيف تتفق مع العصمة؟ ثم لو انتقلنا إلى الفقه لطال بنا المقام وطال بنا الوقت. يقول في كتاب شرائع الإسلام: وأما ماء البئر فإنه ينجس بالملاقات إذا كان ما فيه أقل من كر، وماؤه يأتيه بالرشح، وأما إذا كان ماؤه يأتيه بالعين المتصلة بمادة الماء الجوفي، أو كان ماؤه كرا فما فوق، فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. وكلامه هذا دليل على أنه يرى أن ما مات من العقارب والحيات والوزغ كله نجس، وإذا وقع في البئر تنجس ولزم تطهيره بنزح بعض الماء منه. ولكنه قال في تعداد النجاسات: السادس والسابع، الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، وما عداهما من الحيوان فليس بنجس، والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة طاهرة. كيف يتفق بالبداية أن تكون كل هذه الذوات نجسة، ثم بعد ذلك في تعداد النجاسات يقول ليست بنجسة؟ شرائع الإسلام 1.3 الصفحة 10، وشرائع الإسلام 1.3 صفحة 33. هذا في ردي على رواية اليماني. فكيف يكون اليماني بهذا الشكل أيها الإخوة؟ نحن خرجنا عن المعايير، فالمعايير عينته قائدا عسكريا وعينت أنه من اليمن ولم تتحدث عن عصمته. وإن قلنا أن الصراط المستقيم معناه العصمة، فكيف يتفق كل ما ذكرت مع ادعاء صاحب الدعوة بأنه معصوم؟ ثم إن قلنا بأن الرواية تقول يدعو إلى الصراط المستقيم، فمعناها أنه معصوم، لأن الرواية قالت يدعو إلى الصراط المستقيم. وأرجو منكم أن تركزوا هنا، فهل معنى ذلك أن عمار بن ياسر معصوم لأن رسول الله قال عمار يدعوكم إلى الجنة؟ خب، هذا لم يثبت. عفوا، وهل ثبتت عصمة زيد بن علي عليه السلام بقول الصادق عليه السلام أنه كان عالما صادقا ورعا؟ يبدو أنه كما قال السيد قبل قليل نحتاج إلى النص التشخيصي في 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 إيجاد تلك الشخصية. بلي، والنص التشخيصي قد دل على
أن بعد الرسول صلى الله عليه وآله 12 إماما معصوما من أولاد الحسين، وأستشهد بما قاله السيد نفسه من كلام العلم المرتضى. نعم، قال السيد أنه لا يوجد ادعاء من قبل البعض بشخصهم، فلم يدعي أحد بأنه محمد المنصوص عليه، وإنما ادعوا أنهم أنبياء. وكما يقال الواقع أدل الأدلة، والواقع قد دلنا في التاريخ على أن صاحب القرامطة ادعى أنه هو المهدي، بل ادعى أنه عبد الله ابن محمد أو عبد الله ابن الحسن في بعض المرويات التاريخية، وأرجو منكم أن ترجعوا إلى المصادر التاريخية كالبداية والنهاية لابن كثير الجزري أو تاريخ اليعقوبي أو غيره من التواريخ، وادعى محمد بن عبد الله الخليفة العباسي بأنه المهدي، ولذا لقب نفسه بالمهدي. فكيف يقول السيد بأنه لا يوجد مدعين؟ لا، يوجد مدعون ويسخرون النص التشخيصي لهم بتأويلات وتسييرات وتحريكات وتصرفات من دون الرجوع إلى المعايير، وهذا أمر لا يتفق أو عفوا لا يختلف عليه أهل العلم. قال السيد بأننا أتباع صاحب الدعوة لا نؤمن بالولاية التكوينية. أيها الإخوة، الولاية التكوينية نعم هو اصطلاح أقره العلماء، وكما نعلم أن سيرة العقلاء حجة ما لم يردع عنها الشارع، والشارع سيد العقلاء، فإذا أقر العقلاء اصطلاحا فهل يرد؟ يرد في حالة واحدة، إذا كان يخالف الشارع المقدس والشريعة. وأقر العلماء الولاية التكوينية فهل عليها أدلة؟ نعم، أرشدكم إلى أدلتها القرآنية. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أي يا إبراهيم 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ادعهن، إذا لاحظتم معي أن الكلام كله لإبراهيم، هو من يدعو وهو من يأخذ. ألا تعد هذه ولاية والتصرف في المخلوق؟ إن قلنا بأن المقصود من الولاية في التعريف هو التصرف في المخلوق بإذن الله سبحانه وتعالى أفلا يعد تصرف إبراهيم هنا تصرف بالخلق؟ طيب، وسليمان فسخرنا له الريح تجري بأمره، هذه أوضح من الآية التي قبل، حيث أصاب، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. واضحة في 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 إعطاء الله الإذن لسليمان أن يتصرف في الرياح والشياطين وغيره. طيب، وقوله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهذا أيضا يدل على أن سليمان كان يكلم الجن بلغتهم والطير بلغتهم، وهي ولاية تصرف في المخلوق. يعني مثال 2-3 يكفي الموضوع شيخ، اختصار سيدنا بخدمتكم. هذه من الآيات القرآنية، بل و
هذا في الأنبياء. أما في الأوصياء فآصف ابن برخية قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذا الاختصار في المساحة الجغرافية بين بلدين أليس تصرف في الأرض؟ أليس ولاية؟ نأتي للأدلة الروائية. عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله قال: كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهما، وكان مع موسى 4 أحرف، وكان مع إبراهيم 6 أحرف، وكان مع آدم 25 حرفا، وكان مع نوح 8، وجمع ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن اسم الله 73 حرفا وحجب عنه 1. وهذا دال على أن الله خول نبيه في التكوين. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال بناء على طلب السيد أستدل بالقليل: كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سأله أعطي وإذا دعا به أجاب، ولو كان اليوم لاحتاج إلينا. يعني سليمان يحتاج إلينا، فالعلم عندنا نحن آل محمد عليهم السلام. فهذه أدلة قرآنية وأخبار صحيحة السند تدل على أن الولاية تكون موجودة. ثم الدليل العقلي: لما قال علماء الكلام أن الله ليس من سنخ هذا العالم وأنه أجل من أن يكون من عالم ممكن الوجود، صار هنا الله عز وجل يبعث الأنبياء والمرسلين سفراء عنه، ولا بد لذلك السفير أن يزود بولاية وتصرف في المخلوقات. وهذا ما نجده واضحا في تصرف نوح وتصرف إبراهيم وتصرف غيره من الأنبياء. يحكم العقل بأن الله بما أنه ليس من هذا العالم فلا بد أن يزود بشرا من هذا العالم بولاية تكون في طول ولايته لا بعرض ولايته. أقول: هذه كلها أدلة تدل على وجود الولاية التكوينية. قال السيد: الوصية. وأكد على الوصية، وقلت وبينت أن سندها ضعيف. فقال السيد: أننا لا نلتفت لعلم الرجال. وهنا أسأله وأسأل المنطق وأسأل العقل وأسأل كل ذي علم: أليست الأخبار كلام المعصوم ينقل عبر الرجال؟ إن قلنا نعم، أليس يجب أن يؤخذ من الرجل ذو الدين؟ أم أنه يقبل الكلام من أي رجل؟ إن قلنا نعم من ذي الدين، فقد اتفقنا مع ما قالوه هم صلام الله عليهم، وهم أسسوا هذا العلم. وإن قلنا يؤخذ من غير ذي الدين، ترتب الفساد على ذلك، إذ أنه من الممكن أن غير ذي الدين يزيد على الكلام بحرف أو أن يغير فحواه. ونحن كما قال السيد يجب أن نتبع الحق وأن نلتفت إلى الهدى، فكيف يؤخذ الهدى من شخص لا يتبع الهدى؟ وكيف يؤخذ الحق من شخص لا يعرف الحق؟ وفي دراستنا لأحوال الرجال نعلم تماما أن بعض الرجال لا يمكن الأخذ بأحاديثهم، كعلي بن أبي حمزة البطائني الذي لعنه الإمام الرضا، والذي قال أن الإمام الكاظم هو القائم وهو المهدي وقد غاب لكي يستولي على أموال الخمس من الشيعة، ورفض إمامة الإمام الرضا فلعنه الإمام الرضا عليه السلام، وهذا أمر مشهور، وغيره وغيره من الرجال. فإذا كان، ثم أستدل عقلا، إذا كان علم الرجال في أصله وحقيقته هو تبيان، وجوهره هو التبيان، فهل يرفض العاقل وهل يرفض المنطق وهل يرفض العلم التبيان؟ فالتبيان قسم أصيل من أقسام العلم.
والفوضى والغموض والظلمة قسم أقسام أصيلة من أقسام الجهل، أعاذنا الله وإياكم منه. فعلم الرجال علم أسس بنص المعصومين عليهم السلام، لو التفتنا إلى أحاديثهم الدالة على الرجوع إلى الأصلح والأفقه والأورع كان ذلك كافيا أن يكون في مقام الدليل على أن علم الرجال لم يضح علماؤنا في القرون المتأخرة عبثا، بل اتبعوا في وضعهم له أئمتهم وسادتهم وهم آل محمد عليهم السلام. أما قول السيد الرد على البعدية فأقول هذا قياس مع الفارق، سيدنا رسول الله كان موجودا لكنه ليس غائبا، وحجته معه وهو علي عليه السلام، ورسول الله أكد على علي وعلى الحجة من بعده كقوله علي مع الحق والحق مع علي، وكقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وفي آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. طيب، فهل صاحب الدعوة لديه نص من الإمام عليه السلام يدل عليه في قولكم أنه لا بأس بمزامنة الحجة مع الحجة، فإن كان المهدي المنتظر غائبا غير واضح فكيف تتضح معالم تشخيصه للحجة الذي يزامنه؟ لا يمكن ذلك، هذا يستلزم فساد الرأي وفساد العقل إن أخذ به. نعم، أما قولكم المهديين فيرد يدل على أنهم هم المهديون بعد الإمام المهدي عليه السلام، واستدليتم بما قاله الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الموسوعة، وأستغرب أنكم تستدلون ببعض وتتركون بعضا، فيجب أن تكملوا ما قاله الشهيد الصدر في الموسوعة. قال أن الإمام لا يكون له ولد في عصر الغيبة فهو عقيم، وتستطيعون الرجوع بذلك إلى الموسوعة في أجزائها الأربعة. قوله نصا أن الإمام عقيم، على القول بأطروحة خفاء العنوان أنه ليس له ولد. نعم، ورد أن له في كل عصر 30 من خاصته يتزوج منهم على القول بالزواج، بأن المباح عند المعصوم واجب، قب يتزوج لكنه لا يلد. ولو رجعنا إلى قوله عليه السلام وهو مستند إلى الحائط في مكة لم يقل أبنائي، وإنما قال أبناؤنا، فلم يرد أي دليل على أن له ولد عليه السلام مطلقا. فأرجو أنه إذا أردنا أن نستدل بكلام الشهيد الصدر أرجو أن نأخذه كله لكي لا نظلم هذا الشهيد وهو الآن عند ربه، فهو كان واضحا. إذا قلنا بأطروحة خفاء الشخص فينتفي الأصل وينتفي الموقف، فهو مخفي بجسمه. وإن قلنا بأطروحة خفاء العنوان وهو أنه موجود لكنه باسم مستعار وغيره، فهذا لا يستلزم أن له أولاد، إذ أنه لا يوجد نص أبدا على أن للإمام ولد، وإنما يكون الولد بعد ظهوره. وكما قلتم سيدنا أحسنتم، المهديون هم أولاده. إذا قلنا بعدم القول بالرجعة فالمهديون هم أولاده الذين يتولون قيادة العالم من بعده، ويغسلون كما استدليتم بكلام سماحة السيد الحسيني الأخ والصديق أنه قال نعم لا يغسله إلا معصوم، فهو ولده إن لم نقل بالرجعة ورجوع الإمام علي عليه السلام ورجوعهم سلام الله عليهم، فيكون أولاده بعد ظهوره لا قبل ظهوره. ثم أين الدليل النصي وأين الدليل العقلي على أن صاحب الدعوة هو ابن الإمام؟ أين الدليل؟ لا يوجد أي دليل.
وإن استدليتم برواية الوصية وقلتم أن الإمام قد قال اسمه أحمد أو عبد الله، أو أرد عليكم بأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، والإمام هنا لم يحصر الاسم بفرد وإنما أعطاه أكثر من خيار. ثم من يقول أن صاحب الدعوة هو المقصود بهذا الحديث، ثم من يقول بأن هذا الزمن هو المقصود برواية الوصية أو الرواية الواردة عنه صلى الله عليه وآله. أما قولكم علمية صاحب الدعوة فأعتذر إن فهمتموني بشكل خاطئ. نعم، دل الدليل ودل العلم على أن الأعلم يرجع إليه، وإنما رجعنا إليهم سلام الله عليهم واتبعناهم نحن المسلمون الشيعة لأنهم الأعلم في زمانهم سلام الله عليهم. فهل صاحب الدعوة هو الأعلم؟ وكيف يتفق ذلك مع كل ما أوردته في البداية من أخطاء لغوية وتفسيرية وإلحان في القرآن والفقه وغيره؟ والقرار بعد ذلك لكم. وآخر ما أقوله ثم أترك المجال لكم وأعتذر عن الإطالة، أردت أن أقول أن هل المهدي المطلق على صاحب الدعوة هو صفة أم اسم؟ فإن كان صفة فما هو رجحان موصوفيتها؟ وإن كان اسما فكيف جاز له أن يسخر هذا الاسم لهذه الدعوة وهي دعوة عامة؟ طبعا هنالك كلام كثير في هذا الجانب، إلا أننا حرصا على وقتكم، ويبدو أن الإخوة بدأوا يؤشرون أن الوقت قد ضاق، وكما قلنا ليست الغاية هي المشاكسة مع جناب السيد ومعكم، وإنما الغاية هي أن يستفيد الشباب ويستفيد المؤمنون من حوارات علمية ونقاشات علمية بعيدة عن القيل والقال والنكث وغيره من الأمور. أكتفي بهذا المقدار في تبياني ما أردت تبيانه. أحسنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يري الجميع الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ما تقولون آمين؟ آمين. أحسنتم أحسنتم، دعاء طيب. طبعا كنت أتمنى أنه يكون سؤال بجواب، وكذلك في المقابل سؤال بجواب، يعني حتى المطالب لا تطول بينا، لأنه هذه النقاط كلها تحتاج إلى ردود طويلة. يعني أولا قال السيد اليماني يدعو إلى نفسه، فهذا لا عفوا قلت المعايير دلت على أن اليماني قائد عسكري وأنه من اليمن، فكيف لا. تم تجاهلها؟ أي المطالب الأخرى اللي بدينا بيها. زين، اليماني من اليمن، اليماني من اليمن، وهذا مثل ما تفضل السيد أنه اليماني قائد عسكري ولا بد أن يكون من اليمن، وهذا ما عليه النص، هذا ما وردت فيه النصوص. ما وردت فيه النصوص، وللأسف لا توجد لدينا نصوص إلا نص واحد، ومن اليمن ليست موجودة فيه، وإنما وضعها الشراح بين قوسين من اليمن، وهذا في علم التحقيق يدل على أنها مضافة من الشراح
أو احتمال أنه تكون في رأيهم ساقطة من النص الأصلي فوضعوها أو للسياق أو لاعتبارات أخرى، ولكنها ليست من أصل الرواية. ولا يوجد لدينا نصا صريحا يقول أن اليماني من اليمن، وإنما الذي يدعو إلى ذلك كلمة اليماني، وهي ياء التي تسمى في بعض الأحيان ياء النسبة، وهذه عمليا غير متحققة في أرض الواقع. عندنا الآن السيد السيستاني كعلم بارز ومشهور، السيد السيستاني هاي ياء النسبة في السيد السيستاني، هل نقول أنه بما أنه الآن في النجف غلط نقول أنه سيستاني مثلا؟ فسيستاني تشير إلى سيستان في إيران. السيد الخوي أيضا ياء النسب تشير إلى أنه ماذا؟ من مدينة خو من إيران. ولكن عندما نريد أن نقول مثلا على شخص أنه من اليمن ما نقول يماني، وإنما نقول يمني، يمني سيستاني خوئي نجفي وهكذا. طيب هل السيد السيستاني الذي ربما ولد في النجف أو وترعرع بها وكبر بها ودرس ودرس فيها، هل نقول الآن أنه من سيستان؟ يعني الآن السيد السيستاني في النجف، السيد الخوئي مات ودفن في النجف، وهكذا وهكذا. النسبة التواجد في المكان لا يدل على أنه ينتسب إليه. التواجد في مكان ما، مثلا نحن نقول اليماني لابد أن يكون من اليمن، ليش من اليمن مثلا؟ يعني إذا قلنا أنه لابد أن يكون من اليمن لابد أن نقول يمني، اليماني تكون صفة، وهذه الصفة وردت بها روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما تشير إلى أصل المكان، أن الحكمة يمانية وأن الإيمان يماني وأن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن. يعني لولا الهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكنت رجل يماني، نسبة علما إلى أن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن. هذا معنى من المعاني. ومعنى آخر ربما يكون اليمن أو اليمين، يمين الإمام المهدي سلام الله عليه، وكما ورد أكو نص لا يماني إلا من كان كيميني، وهكذا. فبما أنه وردت عدة احتمالات لا نستطيع أن نستفيد من نص صريح يقول أن اليماني يخرج من أرض اليمن، إلا هذه الرواية الوحيدة التي فيها من اليمن ماذا؟ بين قوسين، وهذا معروف عند المحققين أنها ماذا؟ تشير إلى أن الشراح قد وضعوها وليست من أصل الرواية. كذلك الذين رووا هذه الرواية من كتاب إتمام النعمة رووها ووضعوا من اليمن بين قوسين، ولا نسهب في هذه المسألة لأنه لا توجد إلا رواية واحدة ومن اليمن موجودة بين قوسين، وإنما نصوص أخرى مثلا أن يخرج ولم يخرج كاسر عينه من صنعاء، هذا ما بي دلالة، دلالة قطعية ما بي على أنه ماذا كاسر عينه هو اليماني الموعود الذي ورد في الروايات. وردت روايات أخرى اليماني الذي يقتل الناس قتل الهمجية أو قتل الجاهلية ويتغلب بالظلم، يفوز وينتصر بالظلم، هذا ليس اليماني الموعود الذي يقتل قتل الجاهلية وينتصر بالظلم. وردت عندنا كثير من الروايات بهذا الخصوص، ولكن لا توجد فيها دلالة قطعية على اليماني الموعود عليه السلام إلا هذه الرواية، ومع شديد الأسف لا تسأف المقابل، لأن من اليمن ليست من أصل الرواية وإنما وضعت لاحقا بين قوسين.
التعريف الذي يعرف به اليماني نفسه. اليماني يعرف نفسه، هل هو تسخيري؟ ما ادري كاتبها. التعريف الذي يعرف به اليماني نفسه، اليماني هو المهدي. هذا سؤال آخر، أن السيد يقول أنت تقول كيف هو يماني وكيف مهدي. أنا لم أقل أنه هو اليماني وهو المهدي الإمام الثاني عشر، إنما أقول هو اليماني وهو المهدي الأول من المهديين الاثني عشر. لم أقل أن اليماني هو المهدي، يعني وأقصد به الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه، وإنما المهدي الأول من المهديين الاثني عشر. هنا بدأ السيد بتفصيل طويل جدا حول أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، معنى أنه لا يخطئ، وهو خطأ في القرآن وخطأ في التفسير وخطأ 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 باللغة وإلى غيرها. أنا أولا الوقوف عند هذه التفاسير كلها، طبعا الكلام اللي ذكره السيد ما كتبته كله لأنه طويل جدا، كل واحدة إذا أقف عليها حقيقة يحتاج لمداخلتي هاي أكثر من ساعة، إذا كل واحدة، لأنه كلهن موجود جوابهن بدقة متناهية يعني. وإذا يريد السيد التشرف وأكون بخدمته ويكون عندنا تواصل، أرسل له كل الأجوبة اللي طرحها. أنا كتبت الأسئلة حول هاي الفقرة، البقية ممكن نجاوب باختصار، أما هذه الفقرة طويلة يعني من ناحية النحو، من ناحية التفسير، الأمة، الوسط، هواية أمور. تقصد أنها كثيرة. موكولة يعني إلى، يعني كلها، يعني كلها مجاملة، يمكن... والجواب يحضرني الآن. نعم نعم. ولكن ليش أنا كنت أتمنى أنه يكون سؤال واحد أو سؤالين حتى يجاب عليهم وهكذا، أما هذا لا، هذا خشيت أن يكون جدلا. أي لا، مو هو ماكو جدل، ولكن أكو جواب باختصار جدا يعني. ويا ريت إحنا طبعا بما أنه هي ليست مناظرة، المناظرة بين الخصوم، إحنا أبناء المذهب، إحنا أبناء أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله، وإنما هو حوار فيما بيننا يذكر بعضنا بعضا أن الذكرى تنفع المؤمنين. أحسنتم. فأنا اللي أتمنى سيدنا أكو عندنا فهم، أخوكم وخادمكم يعني عفون. بالحوزة سنين طويلة كان عندنا هذا الفهم لقضية العصمة وتعريف العصمة. يعني إذا تتفضلون علي حتى أختصر لكم جواب كل هاي الأسئلة بتعريف العصمة. يا ريت. عند الشيعة. بلي. ماذا يعرفون الشيعة العصمة؟ حتى نرى أنه هل ما يمر به السيد من أمور مثلا مخالفة للنحو الظاهري تخل بالعصمة، نسيان السيد مثلا يخل بالعصمة، فلو يعني تتفضلون علي أن تبينوا لي تعريف العصمة. أحسنتم بخدمتكم. الله خير. ألفت نظركم سيدنا أن صاحب الدعوة قال بتاريخ 21 ربيع الثاني 1426 هجرية أن هذا قوله أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق المستقيم، والدعوة إلى الحق والطريق المستقيم أو الصراط المستقيم، تعني أن هذا الشخص لا يخطئ فيدخل الناس في باطل ويخرجهم من حق، أي أنه معصوص منصوص العصمة. المتشابهات 4 صفحة 43. لا أنا هذا أعرف سيدنا الجليل، يعني هو عرف العصمة بهذا التعريف.
أما العصمة في إصطلاح الشيعة، الشيعة شنو يعرفون العصمة يعني؟ بخدمتكم، يقولون هي لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. المصدر شرح الباب 11 صفحة 89. يعني هذا من أين مأخوذ هذا المعنى؟ من كتاب شرح الباب. هل علم الكلام فيه نصوص مثلا؟ أكيدا، كما تعلمون أن علم الكلام يفسر أو يشرح النصوص. لا يذكرون النص في تعريف العصمة يعني. تقصد أنهم يريدون رواية؟ نعم، يريدون أنه العصمة عندنا كما قال الإمام الصادق، هذا هو تعريف العصمة كما قال الإمام زين العابدين. يوجد تعريف للإمام زين العابدين. أحسنتم، كما تعرفون أنه الألفاظ تارة تطلق لغة وتارة تطلق اصطلاحا، فهل العصمة لفظ ديني أم هو لفظ لغوي واصطلاحي؟ إن قلتم أن العصمة لفظ ديني فنرجع إلى الجرجاني ونرجع إلى غيره من علماء الفقه الذين حددوا ما هي العصمة. وإن قلتم أن العصمة هي لفظ لغوي فنرجع إلى أهل اللغة، وإن قلتم أن العصمة هي لفظ اصطلاحي فنرجع إلى أصحاب الاصطلاح. وكما نعلم أن العصمة وغيرها من العقائد عند علماء الكلام، وصاحب كتاب الباب 11 قد أعطانا تعريف العصمة وفقا لعلم الكلام. العصمة وفقا للدين والنص القرآني بأنها هي أمر منحصر بالأئمة والأنبياء ومن يختصهم الله سبحانه وتعالى، فتكون لديهم ملكة تمنعهم من الوقوع في الخطأ والسهو والنسيان وترك الطاعة، بمعنى كما قال كثير من الأساتذة في النجف أن دائرة طاعة الله تتسع لهم. هذا إذا كان اللفظ ديني. أما اللغة فنستطيع الرجوع إلى علماء اللغة. لا، أنا أتكلم كإصطلاح وهذا يكفي جزاكم الله خير. وإن ثبت أن هذا مخالف لصريح القرآن الكريم هذا التعريف، وصريح روايات أهل البيت صلوات الله عليهم في تعريف العصمة والمعصوم، يعني لا يسهو ولا ينسى، ورد في التعريف أنه لا يسهو هذه الملكة تدفعه على أنه يمتنع أو لا ينسى ولا يسهو ولا يذنب ويؤدي الطاعات. هذا الأمر مخالف للقرآن الكريم. أولا سلب التكليف، المعصوم مكلف، مكلف، ما فضله علينا إذا الله سبحانه وتعالى يجعله لا يعصي لا يذنب لا ينسى لا لا لا، ما فضله علينا؟ لماذا لم نحن يوم القيامة نحتج؟ أنت جعلته، ما إلى فضل يعني يوم القيامة، أنت جعلته معصوم وأنت جعلته لا ينسى لا يسهو لا يخطئ يفعل كل الواجبات، هذا مخالف. القرآن الكريم يذكر من أنبياء الله وهم كلهم حجج الله، والحجج موضوعهم واحد في قضية عصمتهم صلوات الله عليهم، وإلا لما كانوا حجة. فنسي حوتهما. القرآن الكريم يتكلم عن موسى عليه السلام كليم الله ويوشع بن نون وقصتهم مع العبد الصالح، فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، نسوا سمجتهم الحوت اليابسة وأخذهم المسير يبحثون عن العبد الصالح. جاء قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال نسيته عند الحوت. إذن هذا معصوم، ووصية يوشع بن نون عليه السلام أيضا معصوم فنسي. زين آدم صلوات الله وسلامه عليه فنسي ولم نجد له عزما. إذن هذه الأمور من قضية النسيان لا تتعلق، ولذلك تشوف تفسير الإمام زين العابدين اللي يحتج به السيد اليماني ويبين من خلاله ما هي العصمة،
يقول الاعتصام بالله عن محارم الله، يعني فعل يؤدي المعصوم، هو يعتصم بالله فالله يسدده. الاعتصام بالله عن محارم الله، وأدنى درجاتها أن لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من هدى. أما باقي الأمور ما لها علاقة، يعني إمام معصوم يمي صلوات الله وسلامه عليه، تكلمت وياه طلبت منه أشياء، قال لي أوقف خلنا نكتبها، كتبها وقام ونسى القلم ماله. أقول ما معصوم هذا نسى القلم؟ ما لها علاقة بالدين. كل ما يتعلق في إدخال الناس في الهدى أو إخراجهم من الهدى، هذا اللي إلى علاقة بالدين، وهي هاي مهمتهم. يعني الله سبحانه وتعالى خو ما يقول له وما أرسلناك إلا تنسى، إلا رحمة للعالمين، هدى نورا. هاي كل ما يتعلق بالهداية وبالدين الله سبحانه وتعالى يحصن به. ليش؟ لأنه هو لاجئ أنه يتحصن، المعتصم بالله عن محارم الله هو أدى فعل. أما أقول ملكة تدفع بصاحبها قوة، ملكة إيه ملكة قوة، نعم قوة. منين هذه؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني عنده ملكة بحيث مستحيل ينسى، مستحيل يخطأ في مسألة صغيرة معينة. نعم. بينما أنا عندي هذا أمامي كتاب غيبة الطوسي، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقرأ آية قرآنية، يقول وإذ نادينا نوح، أحد أصحابه قال يا ابن رسول الله أنت الإمام نوحا أو قراها بالعكس الإمام سلام الله عليه. هاي الرواية وردت في غيبة الطوسي مرتين طبعا. قرأ أبو عبد الله عليه السلام ولقد نادانا نوحا قلت نوح قلت جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية، فقال دعني من سهككم، دعني من سهككم. أنت تدور وياي فتحة وضمة وكسرة، هاي منين جبت بيه؟ هذا السهك، والسهك هو رائحة الأبط المتعفنة، يعني أنت تنشئ. وحتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف المؤمن ويصف يقول بعضهم لا يخطئ بحرف ولا بكلمة ولا متكلم، يعني فصيح بليغ كذا كذا، وقلبه كالليلة الظلماء مظلم، وبعضهم لا يجيد أن ينطق حرفا وقلبه كمصباح يزهر. فهذا مو مقياس للإيمان. أضف إلى ذلك القرآن الكريم، إحنا إذا نقول هكذا نعطي ذريعة لليهود والنصارى أنه يشكلون على إسلامنا، هذا إسلامكم، هذا قرآنكم الذي يرفع وينصب ويكسر على هواه خلافا لقواعد النحو. طيب النحو من أتى به؟ يعني تورط الإمام علي عليه السلام قال أعوذ بالله من الشيطان، انحوا على هذا النحو، شو اسمه هو هذا؟ أبو الأسود الدؤلي، قال الكلام اسم وفعل وحرف، انحوا على هذا النحو. يعني تورط الإمام قال له انحوا على هذا النحو، النوب الجماعة سواه، فعل وفاعل ومرفوع ومنصوب ومكسور ومجرور وشدة وغيره، كله ما موجود هذا أصلا. القرآن ما نزل منقط أصلا. القرآن إلى يوم الناس هذا آيتين، أنا أعطيك مثال حتى لا يطول بنا المقام، آيتين دخلت عليها نفس الأدوات. إن الذين آمنوا والنصارى، إن الذين آمنوا والنصارى والصابئين، آية أخرى في سورة أخرى نفسها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون. طيب ليش النصارى الصابئين؟ ليش صابئون؟ نفس الأدوات. إذن القرآن ما يعرض على النحو، بل النحو إذا أراد يصير براسه خير وبي خير يعرض على القرآن ويعرف نفسه حقي وباطل. فأكثر اللي أنا مطلع عليه أعوذ بالله أكثر من 20 آية مخالفة لهذا النحو الموجود بين أيدينا. إضافة إلى ذلك ذكر السيد قراءة السيد أحمد الحسن للقرآن
حول ضيزة وضيزة، هذه شخصياً بحثت بها وجدت القراءات ضيزة وضيزة وضؤزة وضئزة، يعني تقريباً 6 قراءات. يعني لما طبعاً واحدة منهم قرأها السيد أحمد الحسن، طيب أنا ليش أروح للقراءة اللي موجودة ويقرأ بها فئة من الناس وما أذهب إلى باقي القراءات الموجودة؟ طيب أين قراءة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم للقرآن؟ يعني شو ما عندنا نص أنه الإمام الصادق يقرأها ضيزة أو ضؤزة أو ضيزة، ما موجود عندنا. وهكذا باقي سور القرآن الكريم والآيات، ألا توجد لآل محمد قراءة؟ يعني الآن القراءات المجزية بالصلاة حتى عند الشيعة كم قراءة؟ أكثرهم يقول 12 قراءة وأقلهم يقول 7 قراءات، وكلها مجزية بالصلاة وما بها نفس لآل محمد، بل بعضهم أجلكم الله من الشواذ وأصحاب قراءات، وبعضهم نواصب لآل محمد وقراءاتهم معتد بها. طيب أين قراءة آل محمد؟ ليش هذا قراءة آل محمد إحنا مثلا ما موجود عندنا؟ عندنا قراءة سورة القدر موجودة، رواية واحدة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لأحد أصحابي يقول اقرأها على التنزيل، قال كيف يا مولاي على التنزيل حتى موجودة في مفاتيح الجنان؟ قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر. قلت من كل أمر؟ قال اقرأ كما أقول لك، اقرأها على التنزيل، هكذا نزل. طيب قراءة آل محمد ليش ما نجمعها ونشوفها؟ يجوز هذا الرجل جاي يقرأ قراءات آل محمد صلوات الله عليه. إضافة إلى ذلك مخالفته للنحو اللي ما إلى أصل شرعي ولا إلى أصل عقائدي ولا هو عن آل محمد صلوات الله عليهم، بل يعبرون عنهم بالسهو. نريد أن نقيس هذا الرجل ونقول لا يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم لأنه خالف هذا النحو، النحو الوضعي، النحو الموضوع الذي وضعه ناس لا صلة لهم بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم؟ ونريد نقيس نعرف هذا حجة يدعو إلى صراط المستقيم، صراط المستقيم ما له علاقة بالنحو. هذه نقطة تغني عن كثير من الأمثلة اللي ذكرها السيد الله يحفظه إن شاء الله تعالى. الله يرعاكم. إذن اللي على نحو العموم يعني ذروا الريح للهشيم وإلى غيرها غيرها. سبحان الله، كنت أتمنى سيدنا مو تزعل مني حبيبي. لا العفو. أي والله. كنت أتمنى التركيز يعني على مضمون الكلام. يعني السيد أحمد الحسن لما يقول كيف تعاملتم مع روايات آل محمد؟ يعني ذروتم روايات آل محمد ذروا الريح للهشيم، فأخذتم ما وافق أهواءكم وإن خالفهم، وتركتم ما خالف أهواءكم. يعني أتمنيت أنه واحد شوية، يعني هذا معنى عظيم ضخم جدا سيدنا. كثير من الأمور آل محمد سلام الله عليها نهوا عنها، ولكن الناس مو يمه، خالف أهواءهم. وكثير من الأمور أمروا بها صلوات الله وسلامه عليهم، كذلك الناس ما يصرف لها ما يعجبها. لقد أخذتم ما وافق أهواءكم، بنفع بمصالح بكذا، نأخذها هاي الرواية نحتاج بها. أما ما خالف الأهواء لا، ينبذ ويذرى ذرو الريح للهشيم. يعني على العموم هي خلت شيء يعني من باب الأخوة حتى ننتبه إلى بعض الأمور، نركز شوية على المعنى وما نركز على الألفاظ الخارجية اللي تتعلق بالحركة والفتحة والنصب. زين، إبراهيم عليه السلام لم يميز أو اتخذ عدة أرباب ولا يعلم قبل أن يعلم رب الحقيقي. يعني هذه مشكلة كبيرة. أنا في اعتقادي وأعوذ بالله من الأنا كأحد أنصار السيد أحمد الحسن، أرى أن أفضل من دافع عن صفحة إبراهيم والأنبياء هو السيد أحمد الحسن على الإطلاق بدون منازع، وخصوصا في هذا المقطع الذي تفضلت به سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني لو قلنا أنه جمع قومه ويريد من باب أنه ماذا حسب التفسير المتعارف
يثبت لهم لأنه ذولا يعبدون قمر، ذولا يعبدون الزهرة، ذولا يعبدون كذا، فراد يقول لهم هذا أفل، أنا لا أحب الآفلين. زين انتظر وياهم، بقوا واقفين وياه ذولا لما طلع المريخ، ولما ثاني يوم طلعت الشمس على نفس الوقفة، يو ثاني يوم هم جمعهم وطلعت الشمس وقالهم ما أحب الآفلين. لا، السيد اليماني نزه صفحة إبراهيم عليه السلام ورفع وأعطى، مو رفع، السيد أحمد الحسن ما يرفع مقام محمد وعلي، أعطاهم مقامهم، بيّن أبرز مقامهم الحقيقي، هذا الذي اشتبهت به الملائكة عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله، خرت الملائكة سجد فقال الله أكبر الله أكبر، وجبريل معه يكبر الله أكبر، قالوا ما أشبه هذا النور بنور ربنا، التبس على الملائكة نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإبراهيم السيد سلام الله عليه يقول مو في أرض الدنيا، يقول في عالم الملكوت، في عالم الملكوت رأى، لذلك لما جن عليه الليل رأى في عالم الملكوت وليس في عالم الدنيا، رأى الشمس فقال هذا ربي، ولما أفلت قال لا أحب الآفلين، ورأى القمر، مضمون الآيات ومضمون الحوار الذي جاء. كذلك استشهدتم ب إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما أجمل هذا البيان والتنزيه من السيد أحمد الحسن لقضية إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يطلب ماذا؟ المزيد من الاطمئنان. السيد أحمد الحسن عليه السلام، وهذه جوهرة بالنسبة لي، يقول إبراهيم عليه السلام لم يطلب من الله أن يبين له قدرته على الخلق حتى يزداد إيمانه، بل قال ربي شكي في نفسي. إحنا معدنا الحديث يقول عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن يكون فيكون، قال ربي أنا ممن يقولون للشيء كن فيكون، ممكن تجري هاي الأمور على إيدي؟ فقال خذ إليك ثلاثة من الطير، إلى نهاية الآية فادعوهم يأتينك سعيا. هي أنت تواصل هاي المرحلة يا إبراهيم، تواصل، وليس هنالك شك من إبراهيم ليزداد اطمئنان ولو بمقدار واحد بالمليار. وأنا وأعوذ بالله من الآن لما نقول لي أفي الله شك أنه خالق، أقول لك عميت عين لا ترى أن هذا الأمر باطل، أنه الله قادر على كل شيء، يخلق كل شيء سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى دليل. فكيف بإبراهيم شيخ الأنبياء يطلب دليل أو يطلب زيادة اطمئنان؟ فأرقى ما ينزه به هو هذا المعنى، هذا عظيم، يعني منزلة عظيمة، أنه إبراهيم ما واثق من نفسه عليه السلام، ما يثق بنفسه ولا يطمئن من نفسه، ويطلب من الله أن يعينه، أنه هل أنا واصل يا ربي إلى مسألة أقول للشيء كن فيكون، أنا من المؤمنين؟ فالله ثبت له وبين له هذا الأمر، وكذا كثير من الأمور التي بينها السيد سلام الله عليه فيها تنزيه لساحة الأنبياء. الشرك الذي تفضل به سماحة السيد حول دعاء الإمام الحسين، دعاء عرفة، اللهم طهرني من شكي وشركي، وفي عبارة أخرى الظاهر من الشك والشرك، كيف يدعو الإمام الحسين بالتطهير من الشك والشرك؟ السيد اليماني يقول هي النكتة السوداء، الأنا شائبة الظلمة التي موجودة في صفحة كل إنسان موجود، في محمد صلى الله عليه وآله شائبة من الظلمة، حتى لا، لأنه النور المطلق فقط الله سبحانه وتعالى هو نور مطلق، ولولا هذه الشائبة لما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وجود على هذه الأرض. فكل خلفاء الله كانوا يتمنون مقام من؟ مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلون إلى أدنى درجات النكتة السوداء التي
في صفحة وجود الإنسان لكي يبقوا أحياء. فما وصل إلى مرحلة الفتح العظيم أو الفتح المبين إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحسين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من هذه الأنا. علي بن أبي طالب كان يبكي بكاء مرا من هذه، يقول: إلهي لقد جرت على نفسي، فلها الويل إن لم تغفر له. شيغفر لك يا علي بن أبي طالب؟ تجي دعاكم: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصب، التي تنزل النقم، التي. علي بن أبي طالب، البعض يقول يريد يعلمنا الدعاء. علي بن أبي طالب من يتكلم الحقيقة، يتكلم الصدق صلوات الله عليه، لأنه الصدق والكذب هو مطابقة اللفظ للواقع الخارجي ومخالفة اللفظ للواقع الخارجي. علي بن أبي طالب يريد أن يصل إلى مرحلة الفتح العظيم، يتخلص من النكتة السوداء في صفحة وجوده حتى يصل إلى مرحلة محمد. وكذلك التفسير الذي أورده السيد قبل قليل، حول قضية أن الإمام أحمد يفسر والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقول الإمام علي نسبة إلى رسول الله. لما الإمام علي ينسب نسبة إيمانه إلى رسول الله، هنالك فارق، هذا الفارق هو خسارة، هذا خسارة، ولذلك قيد. إذا سمحت لي سيدنا فقط بمعذرة المقاطعة، ممكن تعطيني الدليل لقول الإمام الحسين: اللهم طهرني من الشك؟ دعاء عرفة، في دعاء عرفة، في دعاء عرفة. طلعوا لنا المقطع إذا ما فزعت، هذا المقطع بالخصوص. وكذلك ذكر السيد أن المدح لا يثبت العصمة، وإن كان اليماني ممدوح في روايات أهل البيت، فكثير من أصحاب رسول الله قد مدحهم رسول الله فلا يصلون إلى هذا المستوى. لا، إحنا هنا هذا مو مدح، هذا وصف لحقيقة. اليماني من هو؟ آل محمد ما يجاملون لا اليماني ولا إنه، ولا يقللون ولا يكثرون. وليس في الرايات راية أهدى، أفعل التفضيل، ماكو أفضل منه. أهدى من راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج انهض إليه، يجب النهوض إليه، فعل أمر من العالي إلى الداني، من المعصوم. فإذا خرج اليماني انهض، فعل أمر ظاهر بالوجوب، انهض إليه، فإن رايته راية هدى بس كافي. لا، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. الالتواء باللغة إلى عدة تفاسير، ومنها أنه إدارة الوجه، حتى ما تقدر تتجاهله وتدير وجهك عنه. نصرة، تنهض إليه، تفدي بروحك ومالك وأولادك. ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار. لأنه شنو؟ هذا حقيقته، هذا مو مدح. حتى نقول انه غير ممدوحين، مثلا اسامه، مثلا النبي امر الصحابه انه جهزوا جيش اسامه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، او غيره، مثلا زراره ممدوح في روايات اهل البيت، لا يوصل الى العصمه. لا، المدح شيء، يعني انسان ثقه، انسان طيب، انسان مؤمن، انسان كذا. اما هذه صفات توجب حجيه الموصوف، انه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الألف واللام لاستغراق جنس الحق، يدعو، يعني معناها بقراءة أخرى أنه يدعو إلى الحق كله. هذا الرواية، هذه طلعها، هذه الرواية مال، يعني امتثالا لطلب السيد. أنت لو طلع مو من جواب السيد سلام الله عليه، طلعها من الدعاء، يعني نفسه هو دعاء عرفة، المقطع هذا. أي
نعم. فالمدح لا يثبت العصمة فعلا على أي سيد، إنه المدح لا يثبت العصمة، ولكن هذه حقائق تثبت وتنسب إلى شخص لابد أن يكون متصف بها وأنه يستحقها. النص يثبت 12 فقط، أنا هاي فقط ما أدري السيد من أين له، يعني النص يثبت 12 فقط. وقلت على كلامي، قلت مثل ما ذكر السيد المرتضى، أنا قلت السيد المرتضى أثبت 12 إمام وقال نحن 12، لماذا؟ لأننا نؤمن ب12 إمام ونحن آمنا بهم وأعطيناهم حقهم، مضمون كلامه، ولا يمنع ذلك من وجود أئمة بعده يقومون بحفظ الدين. هذا هو نص السيد المرتضى رضوان الله تعالى، أو أنا أعطيت المضمون، يعني مضمون كلامه. إلى أن الأخوة ينزلون الدعاء. فقط تحتاج إلى دليل، النص يثبت 12 فقط، نريد فرد نص يقول 12 إمام فقط، أو لا يوجد غير 12 إمام، أو النهي عن الاعتقاد بأكثر من 12 إمام بنص صريح، لأن هذه قضية عقائدية. بل ذكرنا النصوص التي تثبت ما يقارب 70 رواية تثبت المهديين بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الولاية التكوينية، أنا ما أشكلت على الولاية التكوينية بمعنى التصرف المعصوم. وقبل هذه المداخلة مع سماحة السيد، أنا ذكرت أنه رسول الله انشق له القمر، وهذه مذكورة في القرآن الكريم. فتصرف الأنبياء وحجج الله وخلفاء الله هذا ما أنكره، ولكن أقول الإصطلاح كلمة الولاية التكوينية والولاية التشريعية لم ترد بنص عن قرآن أو عن سنة عن النبي محمد أو الأئمة صلوات الله عليهم، وإنما هو إصطلاح معاصر. يعني هذا التصرف من المعصوم الخارق للعادة سموه ولاية تكوينية. طبعا أنا أقدر أشكل أصلا على هاي الكلمة، أقول نعم هذه موجودة لكل إنسان، هذا اللي موجودة، عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون، أقدر أنسبها إلى كل إنسان ولا يتميز بها فقط المعصوم، وإنما هنالك القدرة والقابلية. هذا سمحت السيد، هذا الدعاء، المقطع من دعاء عرفة. عفوا المصدر، لأنه الكفعمي والعلامة المجلسي لم يرد هذه العبارة، ولم يرد في مصباح الزائر شيخ الطوسي، وإنما هذه في كتب المخالفين. لا 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 سيدنا، مو كتب المخالفين، أرجو المصدر العفو. حتى مفاتيح الجنان موجودة، مفاتيح الجنان موجودة هاي العبارة بدعاء عرفة. نعم، وأنا قاريها، يعني مفاتيح الجنان جاءت نقلنا الشيخ عباس القمي، يعني الأدعية اللي ينقلها تعتمد عليها الشيعة يعني. نعم، سنناقشه في حين إذا شاء الله. زين، صاحب القرامطة ادعى أنه المهدي، بل أزيد من الشعر بيت، في كل زمان ادعوا أنهم المهدي، في كل زمان ادعوا أنهم المهدي. وأنا بيّنت وأعوذ بالله من الأنا أن المهدي ممكن أن يدعى كمقام، والربوبية ممكن تدعى، والنبوة ممكن تدعى، والإمامة ممكن تدعى، أما النص التشخيصي لا يمكن أن يدعى. يعني بهذا زماننا حتى ما يجرؤ واحد يقول أنا محمد بن الحسن العسكري المنصوص علي في وصية رسول الله، أو في زمن الأئمة كلهم سلام الله عليهم، ما يجي واحد يقول أنا علي بن أبي طالب الذي نص عليه رسول الله، أنا الحسن، أنا الحسين، أنا، وهكذا. ما صارت، ولا في زمن الأنبياء مع كثرة الأدعياء في كل زمان، وهذا إن شاء الله تعالى واضح. أما علم الرجال سيدنا الجليل فسالفته طويلة جدا. أولا هو مو مالنا،
علم الرجال مال السنة، وتدري بقصته شلون اجى للشيعة والتشيع. واضف الى ذلك علم ناقص، اولا ما بيحصر لكل رجال الشيعة الذين رووا عن آل محمد، ولو الناقشة يعني انا عندي بحث به كامل ذاكر حتى المخالفات اللي وقع فيها من كتبوا في علم الرجال. يعني مثلا يعني السيد الخوئي لما يذكر في كتاب الشيخ الطوسي عفوا، في كتاب يمدح فلان وفي كتاب آخر يقول هو ضعيف، نفس الشخص باسمه ولقبه وكنيته كامل. إذا قدروا الأخوة يطلعون بعض الأمثلة من مخالفات علم الرجال لنفس الشخص في كتب مختلفة، يعني السيد الخوئي يضعف شخص في كتاب الرجالي، وفي مورد آخر مثل رجال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا مو الكشي، كامل الزيارات تارة يضعفهم وتارة يقويهم. ومن هنا أحد أساتذتنا قال إلى أن مات السيد الخوئي رحمه الله لا نعرف رأيه الأخير هل أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أو لا يجزي، لأنه تارة يقبل الرجال كامل الزيارات وتارة يضعفهم بناء على التضعيف. إضافة إلى ذلك السيد يقول آل محمد أهل البيت أمروا بعلم الرجال، ما عندنا أمر به، يعني هذه لم أقل أمروا وإنما قلت يستفادوا من حديثه. لا أنا كتبت هذا نص، نستطيع أن نرجع إلى الكاميرا، أسس بنص عن بنص المعصومين، بنص نعم بنص الرجوع بالنصوص لروايات المعصومين أيه؟ تدلنا على أهمية علم الرجال. وسأعقب بعد كلامكم، ما أريد أن أقاطعك سيدنا، تفضل كمل. الله يبارك فيك إن شاء الله. فعلم الرجال بحثة طويل، يعني موجود بطلان علم الرجال بكل أريحية يعني. وإضافة إلى ذلك هو ليس منهج آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، بل منهجهم هو العرض، عرضوا كلامنا على كتاب الله إن وافق فخذوا به، ورواية تقول فأرجعوه إلينا، ورواية أخرى تقول فاضربوا به عرض الجدار إذا ما وافق الكتاب. ما قالت عرضوه على علم الرجال، بل بالعكس، يعني من أخذ دينه بالرجال أخرجته الرجال. إضافة إلى ذلك مخالفة صريحة للقرآن الكريم بكل بداهة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا منين الفاسق؟ ما هو فاسق، القرآن يقول هذا فاسق وجاءك بنبأ، يعني واحد جالس في بيته ويجي واحد فاسق يقول له احترق بيتك فلان. هنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول تبين من الخبر، ودي واحد روح انت شوف الخبر يجوز صحيح، ربما يكون الخبر صحيح وإن جاء به فاسق. إن هذا تبين إذن منين؟ لو كان من الفاسق لما قال الله سبحانه وتعالى فاسق، الله يخبر أنه فاسق، إذن كلامه لا يطرح، يتبين من الكلام وليس من الشخص، لأن الشخص بصريح العبارة بالقرآن الكريم هو ماذا؟ فاسق. وتترتب عليها أمور عظيمة، يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني شقد تترتب عليها أمور عظيمة إذا تركت هذا الخبر وما تبينت منه، عظيمة واضح. فأيضا له بحثه في بطلان ما يسمى بعلم، هو ليس بعلم وإنما أطلق عليه علم. المهديين الشهيد الصدر يقول المهدي عقيم، سبحان الله، يعني يقول المهدي عقيم ويذكر كل هذه الصفات للمهديين وحكومة الأولياء الصالحين، ويقارن بينهم وبين الرجعة فيفضل إنه حكومة الأولياء الصالحين اللي هم المهديين. ويستفاد من حديثه في الموسوعة أنه ليس له ولد، أكو صريح عبارة أن المهدي عقيم بهذا النص؟
لا استطيع الادعاء بذلك، لكنه ما يفهم من كلامي. عبارتكم سمحت السيد يعني كتبت ال استطيع القول انه نفى. الصدر يقول المهدي عقيم. استطيع القول انه نفى وجود الولد له، هذا استطيع قول. ونفى وجود المهديين انهم من ذريته يعني. احنا كنا نتكلم عن الولد. الولد هو المهديين ولد. نفى. نفى المهديين. نفى وجود الولد له. ممكن النص. ومن الممكن الاستعانة. لا لا ممكن النص يعني. او الصفحة مثلا من الموسوعة او. لو سمحتم لي. نعم تفضل. استرسلوا على ما اجد لكم. اذا قلنا بعدم الرجعة فيكون اولاده هم الذين يحكمون. يعني ما يصير هكذا الكلام يعني. اذا قلنا او هذه قضية عقيدة يعني. يعني ما نقول او لا نقول هذا مو هكذا يعني الكلام في قضية المهديين وهم خلفاء الله حجج الله. نعم. هذا كلام السيد الصدر رضوان الله عليه سيدنا يعني اختصر رضوان الله تعالى. اي قدس الله روحه هذا الرجل خير ممهد بهذا زماننا للامام يعني من العلماء. استدل الشهيد الصدر رحمه الله هذا مولانا سيدنا على الشاشه على مباشره المهديين للحكم بعد الامام المهدي بقوله واوضح ما يرد على هذا الوجه هو ان روايات الاولياء صريحه بمباشرتهم للحكم على أعلى مستوى بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلا باطلا. عفوا هذه جملة تحتاج إلى هذه عبارة تحتاج إلى دمجها بجملة لكي يتضح المعنى. شنو الجملة؟ يتحدث عن من؟ كقوله عن المهديين عن بعد ظهور الإمام أم قبل ظهوره؟ بغض النظر. كيف بغض النظر؟ لا لا مو إحنا شنو؟ النظر هنا حاكم. لا. لا أنا لا أريد المقاطعة عفوا لا 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 لكنه لا هذا عفوا استقطاع من عبارات للسيد الشهيد الصدر رضوان الله طيب تعالى عليه فلا بد أنه أن ترجع أكو عبارة تقول المهدي لابد أن ترجع إلى الجملة أكو عبارة تقول المهدي عقيم طلع أن هاي كلش مهمة بالنسبة لي يعني للأخوة المستمعين لأنه هاي نقطة مفصلية يعني. نعم أنا استرسل ببعض الردود إن شاء الله تعالى. من يقول أن اليماني هو أحمد وهو مردد الوصية تقول السيد يقول هو أحمد أو عبد الله أو المهدي. لا الوصية ما تقول هكذا سبحان الله هاي قبالنا هذا النص. ماذا ما تردد الأسماء؟ إذا حضرته الوفاة يسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي أحمد وعبد الله بالواو بالعطف والمهدي وهو أول المؤمنين إلى شخص واحد ولكن يحمل هذه الأسماء والصفة تطلق على أيضا ممكن تسمى باللغة إنها اسم وإن كانت صفة. نعم هذا يعني على نحو الاختصار ردود اللي لبعض الأسئلة اللي ذكرها سماحة السيد ونسأل الله العفو والعافية. الله يرعاكم. هل تريدون إيقاف الكلام؟ ما أدري شنو برنامجكم يعني تحبون نصلي ونكمل تحبون مثلا ما أعرف وين أبو محسن أبو محسن يعرف الوقت. إحنا المهم الجميع يكون الصلاة بعد قد لا. إذا أحببتم أنه فقط أعطي الملاحظات أو على كلامكم. لا هذا النص إذا لقيته. لا أول شيء الملاحظات عفوا على كلامكم. أي. وإن شاء الله تعالى النص ما زلت أبحث عنه وقلت أنني لا أستطيع الإدعاء بأنه سيد الشهيد الصدر قد قاله نصا وإنما أستطيع الإدعاء بنفيه للولد يعني. لا أنا أسبقك بالموت مستحيل السيد الصدر قايلها لأنه مطلع أنا بدقة على موسوعة السيد
ابدا ما ينكر الذريه المهدي، حتى قضيه الزواج يفصل به اذا كان الزواج بخفاء العنوان او هو يناقش كما تفضلتم، فيثبت الولد السيد الصدر الثاني يثبت الولد ويصر على هاي القضيه وان يذكر وان خالفني الكثير كذا هل كذا. تستطيعون يعني اي بالموسوعه يعني مساعدتي بالعباره التي تثبت الولد إيه؟ عبارة سيد الشهيد الصدر الشهيد موجود وتثبت زواج الإمام المهدي وتثبت لا إثبات الزواج عفوا تحدث عنه سيد الشهيد الصدر، أما الولد يعني لما يقول حكومة أبنائه المهديين مثلا يعني ما تثبت الولد تحمل على حكومة أبنائه بعده لا قبله طبعا بعده يقول قبله ونحن لسنا مختلفين في ذلك، وإنما الاختلاف في أن صاحب الدعوة يقول أنني المهدي في زمن غيبة المهدي المنتظر كما ادعى علي بن أبي طالب في زمن رسول الله أنه أنا الوصي من بعد رسول الله، وكذلك الحسن قال أنا بعد ادعاه علي بن أبي طالب ادعاه قد بينت ادعاه والنبي موجود موجود ماكو مانع موجود أو ما موجود الإمام المهدي يعني لابد غائب لظرف ما فكيف يستدل من كلام رسول الله صلى الله عليه كتاب أي كلام وصية رسول الله قد ناقشنا الوصية رجعنا إلى المربع الأول يعني. عموما نترك عفوا أنا يعني أنا بس أريد أنا أقول أنه نترك يعني. نترك أقول بماذا للناظر وللسامع إيه. هو أن يقيم بماذا يثبت عندكم التواتر يعني أنا أقول هذه الوصية متواترة بالتواتر المعنوي بماذا يثبت عندكم التواتر؟ عندي عشرات الروايات تثبت المهديين وعندي عشرات الروايات تثبت الأئمة وهذا هو معنى الوصية 12 إمام و12 مهديا لا أكثر ولا أكثر. رواية الوصية رواية الوصية التي أنظر في سنده رواية أصلاً. الوصية التي أوردتموها أنا شرحت لكم جانبها من ناحية السند والمجاهيل الذين هم فيها وكما قلت يعني أترك للسامع وأترك لكل ذي لب هو يعني أن يقرر ما يغيب عن بالكم شيء أمر عظيم يعني المتواتر لا ينظر في سنده عند الأصوليين وعند المحققين المتواتر مجموعة روايات ضعيفة إذا بلغت حد التواتر تثبت التواتر المعنوي رب مشهور لا صحة له مشهور ما له عفوا التواتر يظهره يثبت القطع سيدي يظهره عفوا يظهره اجماع من اجماع الشارع ام اجماع العامه روايات وردت عن آل محمد صلوات الله عليهم هذه روايه وهذه روايه وهذه روايه بغض النظر هكذا يعني يقولون اهل العلم انه المتواتر لا ينظر في سنده مجموعه روايات انما تواتر في الاثني عشر امام ولم يتواتر في الاثني عشر المهديين ولو قلنا بانه تنزلا ولو قلنا عفوا بانه ناتي تنزلا ونقبلها مع سندها الضعيف فلماذا نحمل او نؤول المهديون فيها على انهم هم المهديون الذين يدعيهم صاحب الدعوه بانه اولهم قلت يوجد أكثر من تأويل للعبارة فلما تختص أو يختص التأويل بهذا الشيء بالعقيدة ما عدنا تنزلا وأنت سيد العارفين إن شاء الله العقيدة ما ولذا قلت أن العقيدة لا تبنى على ذات السند الضعيف لكنكم أصررتم بأنها متواترة ولا أعلم من أين جاء التواتر لو سمحتم بيّنوا لي من أين جاء التواتر فقط هذا عندي كتاب 40 حديث بالمهديين يثبت أنه وجود المهديين من ذرية الإمام الحسين عليه السلام مثلا عفوا إيراد الروايات من خلال إكثار عددها لا يدل على وجود تواتر بتعدد الطرق يثبت التواتر سيدنا وإحنا أمام يعني بحث علمي إن شاء الله تعالى نعم أكيدا يعني هل عفوا أحتاج إلى عبارة من عالم تؤكد ما تقوله من أن إيراد عدة روايات على موضوع واحد مع اختلاف طرقها تؤدي إلى تواتر بل أزيد من الشعر بيت أنه ما نفهمه كثير من العلماء يقولون حول هذه النقطة أن الرواية المقرونة يوجب العمل بها التواتر الذي ورد لدينا دال على الأئمة الاثنى عشر إمام
طيب تحدثت كيف هذا التواتر الذي ثبت واشتهر عند الخاصة والعامة؟ كيف ثبت التواتر؟ بكم رواية ثبت التواتر يعني عن الأئمة سلام الله عليهم؟ نعم. كم رواية ثبت التواتر للأئمة الاثني عشر؟ كم رواية يعني يحتاج لإثبات التواتر؟ أحيانا يثبت التواتر برواية واحدة ويكون الإجماع كاشفا عن صحتها سندا ومتنا. لا ماكو شيء سيدنا رواية واحدة لا تثبت. إجماع العقلاء إجماع العقلاء حجة الإجماع وليس واحد. إجماع العامة. لا لا الإجماع. فالإجماع كاشف الإجماع عن التواتر. كما يقول السيد الخوي كضم حجر إلى حجر لا قيمة له. وأنت مطلع على هاي المقولة. الإجماع لا قيمة له. لم يقصد السيد الخوئي عفوا إجماع أهل الحل والرأي والعقل عموم الإجماع اللي ذكره، وإنما قصد إجماع الشهرة. أي إجماع الشهرة أو غيره كضم حجر إلى حجر ولا قيمة له علمية، وإنما نتكلم عن التواتر. التواتر اختلف فيه أصحاب الكلام والأصوليين وسنة وشيعة بكم رواية يثبت التواتر. بعضهم قال بخمس روايات، بعضهم قال بحيث الكثرة التي بالقرآن يعني 70 رواية نحتاج مثال الكثرة يعني اللي موجود بالقرآن، واللي هذا الرأي من الشيعة. البعض قال ب10 روايات، البعض قال يورث الاطمئنان. ولكن هسه احنا بين أقل الروايات أقل المرويات إنه 5 روايات، وأكثرها اللي 70 عندنا موجود 70 رواية تثبت المهدي. طيب هؤلاء المهديون مهديون بعد أبيهم عند ظهوره أم مهديون قبل ظهوره؟ يحكمون بعد إن قلت ظهوره. مهديون قبل ظهوره، فكيف ثبت أنهم مهديون وهم في غيبة؟ ماكو واحد يقول مهديون قبل ظهوره، مستحيل. فإذا كانوا مهديون بعد ظهوره، فمن قال أن صاحب الدعوة هو أولهم؟ لابد أن أول المهديين الذي يستلم الدليل. الخلافة الإلهية الدليل، هذا هو ديدن كل حجج الله، لا يموت لا يتوفى لا يفارق الدنيا إلا ووصيه موجود حتى يسلمه. كأنكم سيدنا تتناسون أننا نتحدث عن قضية في المستقبل، وقد ورد في النصوص أن المهدي يحكم 70 عاما، فلماذا لا نحتمل أن ولده يولد في هذه 70 سنة فيكون وصيه كما تفضلتم، كما تقول القاعدة لا يموت الولي إلا بعد أن يلقن وليه ما يريده من أمر الله. وهذا مو نصان. فلماذا تحتملون وجود أو صدق المهدي على صاحب الدعوة مع أنكم تتحدثون عن مسألة مستقبلية؟ لأنه ادعى نصا لا يدعيه إنسان باطل، وهذا تصديقا لكلام رسول. هذا بلحاظ نظركم لا بلحاظ المادة العقلائية. تقر بالوصية أو لا تقر؟ هذه الوصية لرسول الله أو لا؟ أي وصية؟ يا علي إن الأئمة من بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. هل هذه الوصية الواجبة على كل مسلم ورسول الله مسلم من المسلمين؟ أقر بإثنى عشر إماما يعني عليهم السلام. نصف الوصية يعني. هذا من منظوركم نصف. طيب من أين استفدت أنه 12 إمام؟ استفدت من الأحاديث المستفاضة في هذا الجانب صحيحة السند. أنا أتعبد الله بالنص لا أقول لا بالعقل. أقول ليش مو هذا الحديث يعني من ضمن الأحاديث اللي تتعبد؟ لأن فيه مجاهيل فيه، ولكنه متواتر، والتواتر لا ينظر في سنده. كيف متواتر عفوا؟ الحديث الذي أورثتموه زين عن إن منا بعد القائم 12 مهديا من هذا القبيل. بلي أحسنتم. رواية عندي أنا يعني هاي وين أوديها مثلا؟ لا أنا دا أتكلم عفوا. وأقوال العلماء السابقين والمعاصرين يقولون أبناء المهديين سوف يحكمون من نعم أنا أتحدث عفوا أتحدث عن الرواية المروية في كتاب الغيبة 150-151 نعم. التي تقول نعم. ما نصه في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي، يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات، فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى،
وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي أنت وصي في أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابن الحسن البر الوصول إلى قوله، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده. من بعده، أرجو تفسير من بعده. من بعده يعني من بعد وفاة الإمام المهدي يستلم الخلافة الإلهية المطلقة أحمد. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسام، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله أحمد، والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين. هذه الرواية قلت لكم أن سندها ضعيف، أنتم تقولون أن التواتر يجبرها، ولم نجد في علم الحديث أن التواتر يجبر، وإنما المتن هو الجابر لقاعدة الجابرية، وكما تعرف سيدنا المتن يجبر وليس التواتر. هذه الوصية ليس فيها تواتر. أكرر لحضرتك، هذا المتن اللي جاي أتكلم به مضمون الرواية. إذا مضمون التواتر، مضمون الرواية، التواتر المعنوي، مضمون الرواية عفوا فيه زيادة. شنو الزيادة؟ الزيادة وهي أنه أول أسماء أبنائه أحمد، ولذلك ذكرت لكم ما قاله العلماء في هذه الوصية، ذكرت لكم ما قاله صاحب الوسائل، من أن الأصحاب موقوف عنها. اسمح لي. طبعا يقول الشيخ المجلسي: هذه الأخبار مخالفة للمشهور، وطريق التأويل أحد وجهين: الأول أن يكون المراد بالإثنى عشر مهديا النبي وسائر الأئمة سوى القائم، بأن يكون ملكهم بعد القائم، وقد سبق أن الحسن بن سليمان أوله جعل. هذا رأي العلامة المجلسي. رأي الحر العاملي يقول: حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر، اعلم أنه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبار، حددها في البعض. طيب، وهو لا يخلو من غرابة وإشكال، ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني الآن، ولا يمكن اعتقاده جزما قاطعا. يقول: ولا يمكن اعتماده أو اعتقاده عفوا جزما قاطعا، لأن ما ورد بذلك عالم أو اثنين أو ثلاثة قالوا لم يصل إلى حد اليقين، بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان مشكل. يقول حر العاملي: بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان هو مشكل، لما يأتي إن شاء الله تعالى من كثرة معارضه، وبالجملة فهو محل توقف. جنابكم سيدنا قلتم أن لدينا تواتر، طيب فلنأتي إلى التواتر والروايات التي وردت في التواتر. ما هو تفسيركم للتواتر؟ قوله يا علي أنه سيكون بعدي 12 إماما، وما رواه الكليني والصدوق بأسانيدهما عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يقول: نحن 12 إماما، منهم حسن وحسين، ثم الأئمة من ولد الحسين. وما رواه الكليني والصدوق والنعماني بأسانيدهم عن أبي جعفر الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس أن ليلة القدر في كل سنة، وأنه ينزل في تلك السنة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد الرسول. فقال ابن عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. سيدنا لو سمحت. لو وما رواه الحر العاملي يعني وغيره وغيره وغيره. ألاحظ أنه إحنا رجعنا عفوا. هاي الروايات اللي جاي يسردون. هذا الأمر يجب أن نكون قد فرغنا منه. فرغنا شنو؟ أنت أدليت. أنت أدليت بدلوك وأنا أدليت بدلوي. وللسامع والقارئ أن يحكم. الآن تسرد لي روايات تثبت 12 إمام، هو أنا ما ناكر 12 إمام. أنت تحدثت يعني عن المتواتر. لا ينفي ما عدا. قال الحر العاملي في عبارته:
لطفا منكم سيدنا أكررها لحضرتكم عبارة الحر العاملي لكي لا أكذب عليه الرجل رضوان الله تعالى عليه، يقول بل تجويزه أي حديث الوصية الاثنى عشر بعد الاثنى عشر، بل تجويزه احتمالا على نحو الاحتمال على وجه الإمكان مشكل، لما يأتي إن شاء الله تعالى من كثرة معارضه، أي يوجد روايات تعارضه، وبالجملة فهو محل توقف إلى أن يتحقق وتظهر قوته على معارضه، أي ما يعارضه. والذي يحضرني الآن من ذلك أنه ورد من طرق أحدها ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمة، قال أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان الموصلي العدل، هذه الرواية التي تستدلون بها رواها المخالفين، يقول الحر العامل عن علي بن الحسين عن أحمد بن أن أنقل لك العبارة ولكم القرار، عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد البصري عن عمه الحسين بن علي عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفناسين العابدين عن أبيه إلى أن يقول قال رسول الله في الليلة التي كان يا أبا الحسن أحضر دوات وصحيفة فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال يا علي إنه يكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدويا. الشيخ البياضي العاملي يقول الرواية بالإثنى عشر بعد الإثنى عشر شاذة ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة، وأنه لم يمضي من الدنيا إلا 40 يوما فيها الهرج، وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة على أن البعدية في قوله من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية، كما قال تعالى فمن يهده من بعد الله، فجاز كونهم في زمان الإمام وهم نوابه. إن قلت قال في الرواية فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها لابنه، ينفي هذا التأويل، قلت لا يدل هذا على البقاء بعده، يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته، ولا يضر ذلك في حصر الاثنى عشر فيه وفي آبائه. قال المرتضى لا يقطع بزوال التكليف، الرواية اللي أوردتموها حضرتكم، بل يجوز أن يبقى حصر الاثنى عشر فيه بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثنى عشرية لأن كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف، وقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ولا موافق لنا عليهم، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفين. هذه الرواية أحادية توجب ظنا، ومسألة الإمام علمية، ولأن النبي لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة، وأيضا فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن أسماء الأئمة اسما الاثنى عشر إماما، لكنه لم يبين الأئمة من بعد المهدي، هذا لا يعد تبينا، عفوا أين حديثه صلى الله عليه وآله أنا من بعد جعفر محمد ولده، من بعد محمد من بعد موسى ولده، من بعد موسى علي ولده، وأين هذه حديث الوصية أول المقربين؟ ما وصف إمام من الأئمة مثل ما وصف المهدي الأول. خب أسألك لماذا لم يبين الاثنى عشر المهديين كلهم كما بين الاثنى عشر الأئمة؟ إحنا نشكل على النبي لماذا لم يبين؟ لا أشكل، وإنما أسأل لأنك ترفض أن سند الرواية ضعيف. أظهرت لك وبينت أن سند الرواية ضعيف، فقلت أنه سندها لا يعد بالسند إذا كانت متواترة. طيب
فهذا التواتر الآن كيف أقطع به؟ ما بحاجة إحنا إلى أسماء المهديين. أنا لدي تواتر بإثنى عشر إمام وليس لدي تواتر بإثنى عشر مهدي. عندي تواتر ليش ما عندي؟ ليش أنت؟ أين هو؟ هذا التواتر. تريد أهديك إياه إن شاء الله هدية؟ إن شاء الله. 40 حديث وهذا مو إلي هذا. اسمح لي هدية السيد. بس هاي عموما انا السيد اجيب لنا سيدنا اذا سمحتم لي عفوا وعلى الانترنت للعلم موجوده بس يكتب كتاب الأربعون حديث هذا على نحو عفوا التبرق. سيدنا سيدنا لابد ان اعلق على بعض ما قلتم اي هو هذا لازم الشيخ ناظم العقيدي اثبت جميع الرواه الوصيه نعم كلهم شيعة شيعة وموثقين صحيحه السند يعني وكلهم شيعة عفوا حجي أنا هذه النقطة لازمها بيدي تركتها لسماحة السيد بالأخير ورا ما نصفي الأمور التواتر المعنوي كذا كذا بعدين أثبت لها أقول له رغم هذا أنه حتى سندها صحيح من ناحية علم الرجال يعني هاي ترين لأن ذكر الحر العاملي كعامل كعالم هنا أنا حدود أكثر من عالم يذكر نعم الشيخ نعم فهسه راح يصير علماء هنا الحر العاملي فقط يعني لا هو احنا مو ملزمين بكلام الحر العاملي ولا بكلام اي واحد من العلماء احنا والنصوص نعم. يعني احنا عندنا نص متواتر بالتواتر المعلوم بين العلماء يجي علماء كثيرين نقلوا الوصيه المباركه 13 مثل من مصادر الشيعة صاحب النجم الثاقب السيد الصدور علامة المجلسي ما بعد الظهور نزل الوصيه واعترف بها مثل السيد المرتضى مثل عندك الشيخ الطوسي مثل عندك صاحب النجم الثاقب رضوان الله عليه أليس هنالك كتابا لناظم العقيلي وهو انتصار للوصية أرجو منك أن تراجع الصفحة 45 يقول ناظم العقيلي ولم يبقى أحد من رواة الوصية لم يعلم تشيعه إلا أحمد بن محمد بن الخليل عدم تشيع أحمد بن محمد بن الخليل دال على القطع والجزم بالسند يكمل ماذا لا هنا واحد واحد الشيخ شارحهم وثابت انه صحت عفوا عفوا ان ثبت بحسب كتابة ناظم العقيلي ان ثبت عدم تشيع احمد ابن محمد ابن الخليل فهذا دال هذا كاف لاسقاط اعتبار الرواية لماذا يعني الان اذا ياتيك سني بخبر يعني باطل الخبر مو صحيح لانه لا تعلم وثاقته لا لا الوثاقه ما لها علاقه بالله. انا اتكلم عن احمد بن محمد بن الخليل هو ليس من المؤمنين هذا واحد ولا يعلم حاله فكيف يقبل الحديث فاسق عنه وكيف يروى فكيف تقبل الروايه من فاسق شيخنا سيدنا فاسق القران يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف اتبين وانت ترفض علم الرجال وعلم الرجال من التبيان عندي الوصية متواترة متواترة بالتواتر المعنوي كيف تواترت من دون رجال أنا بعلم متناقض شو سوي بي علم الرجال متناقض باطل يعني عقلا وشرعا وبالعرض على القرآن الكريم فما هو المتناقض هم عرف لي المتناقض هم نفسهم الرواة اللي عفوا اللي كتبوا بعلم الرجال مثل النجاشي والطوسي والخوئي نفسهم متناقضين في نفس الكتاب أو يكتب يوثق هذا في هذا الكتاب أليست مقدمة الواجب واجب؟ لا لأنه لا يتم لا الدين إلا بها؟ لا 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 هذه مو مقدمة للواجب أليست أنا أسأل أنا أسأل أليست مقدمة الواجب تجب؟ الوضوء مقدمة للصلاة فواجب ولكن علم الرجال أسأل عن القاعدة عفوا أليست مقدمة الواجب تجب؟ أي نعم واجب لأن الدين لا يتم بها؟ لا يتم إلا بعلم الرجال الدين لا يتم الدين إلا بالواجب زين تتفق معي في ما ذلك ما له علاقة بهذا الوقت فإن كان ديننا مأخوذ من كلام آل محمد فهل تجب المقدمات للوصول إلى حقيقة كلامهم فمن تلك المقدمات علم الحديث وعلم الرجال فهي تبيان كيف وصل إليك التبيان إن كنت ترفض علم الرجال أعرضوا كلامنا على كتاب الله لا يتنافى العرض والوصول لا يتنافى فأين فللوصول موضوعه وللعرض موضوعه يتنافى سيدنا اعرض للتنافي كان هذا العلم اعطني نقطة تنافي تنافي نعم تنافي هو نفسه بين العرض نفسه التنافي بين العرض والرجال الطوسي نفسه يوثق هذا الرجل في هذا الكتاب
ويضاعفه في كتاب آخر، وموارد عديدة وموجودة. عفوا هذا كلام عائم يجب أن يفصل فيه. يفيدني مثلا؟ لا عفوا، لو رجعنا مثلا إلى السيد الخوي على الله مقامه في المعجم. لا لا، بالنسبة للبطائن. عفوا ذكر السيد الخوي مثلا في المعجم تجد أنه حريص جدا على الأخذ بالأحاديث، لأنه ما ورد عنا ما ورد إلينا عنهم صلوات الله عليه قليل جدا سيدنا، بسبب الاضطهاد الذي تعرض له الشيعة. فتجد أن علماءنا حريصون جدا على الأخذ بالروايات مع الإمكان، ولذا تجد أن في الفقه لدينا هو إذن ما دام ناقص ليس. لو سمحت لي، لو سمحت لي، تجد لدينا في 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 القواعد الفقهية هو الجمع في الأحاديث، يعني عند التعارض نحاول أن نجمع لكي لا يفرط. مثلا سيد الخوي علي بن أبي حمزة البطائني مع كل ما عليه إلا أنه يقبل روايته في بعض حسب ما عندنا قواعد أصول، وهكذا عندنا. ما أريد أن أقوله يعني مثل أصالة الحلم، أنتم أصالة الطهارة، أنتم سيدنا ترفضون، يعني يبدو أنه الجلسة بدأت تتجه إلى عدم الاتزان. لكن كنا تتكلم، وحين تكمل أرد عليك بكلام وهكذا، لكن الآن بدأنا نتقاطع، وأنا ليس من طبع الجدال. أنا يعني احتراما لكم واحتراما للشباب جلست. رفض علم الرجال أنت تقول أنا أتعبد بالنصوص الواردة عن آل محمد، فأسألك عمن وردت عن رجال، فإن قلت نعم فإذن علم الرجال الدارس لأحوالهم واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وإلا ما بيننا وبين آل محمد 1200 سنة، فمن نقل لك؟ الوصية التي أنت تستدل بها جاءتك من الرجال، فكيف ترفض علم الرجال؟ واحدة خلينا أريد حتى نكمل إن شاء الله تعالى، لأنه إحنا هم داهمنا الوقت في الصلاة. يبدو إيه؟ يعني بس هاي الفقرة، بس هاي الفقرة أنا بالنسبة إلي مو المفصل هو لتوثيق الخبر أو الرواية. هو حضرتكم تقولون حضرتكم تقولون سلب تكليف المعصوم، العصمة تستوجب أن المعصوم يسلب تكليفه. عفواً، هذا خلط واضح شتان ما بين العصمة، وهي القوة الدافعة إلى الامتناع عن الوقوع في الذنب، وما بين التكليف، وهو القيام بأعمال الواجب والحلال والإباحة وغيرها. المعصوم المعصوم أدى تكليفه، والعصمة هي تلك القوة التي تجعله لا يقع في حرام الله. أما قولكم أن موسى عليه السلام نسي الحوت، إنما نسيه فتاه، وإنما العرب يطلقون النسيان على غير صاحب المعنى إذا اجتمع. احنا جايين نتكلم بعلم الرجال. أنا أردت أن أرد على كل موضوع بموضوعه وأستدل بالأدلة، لكنكم يبدو أنه الوقت أدركنا، ويبدو أنه دخلنا في غير موضوع. عفوا، العصمة شيء، والعصمة لا تسلب التكليف. احنا الان جاي نناقش العصمة، ولو ان العصمة سلبت التكليف لا 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 التزم لا استلزم ذلك ان يكون الانبياء لا تكليف لهم، وهم اول المكلفين، فرسول الله صلى الله عليه واله اول من تجب عليه الصلاة كما نعلم. لا عفوا، الموضوع اخر. عفوا سيدنا، ارادا على ما قلتم. اي هذا وبينت حرص السيد الخوي. يعني لا، انا اسجل العفو. لا ماكو مشكلة، هذا موضوعها. أما دعاء المعصوم فقد ورد في عدة تفاسير، إياك أعني فاسمعي يا جارة، فقوله عليه السلام وإن ورد في الدعاء اللهم طهرني من شكي وشركي، لا يعني ذلك أن المعصوم فيه شك وشرك. ففي الصحيفة السجادية نجد أن المعصوم يتحدث عن كثير من الأمور، وهو باب من أبواب التذلل والخضوع أمام الله عز وجل، ولا يدل ذلك على وجوده في سيرته. عفوا، أنتم بهذا الكلام يعني تضربون عقيدة الفريقين. يعني فحتى السنة كي يعلم الناس لا فحتى الله تبرعاً؟ لا، يحمل كلامه عفوا يحمل كلامه على التخضع أمام الله. فقد قيل أن في الأدب
أن حتى الذي يرى نفسه من غير ذنب عندما يدعو الله يجد نفسه مملوءا بالذنوب، هذا من أدب المعصوم، ولا يعني بالضرورة وجود ذلك في سلوكه. واتفق الفريقان سنة وشيعة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله، فهل كلامكم أن العصمة سالبة للتكليف زين يعني معناها أن المعصوم لا يكلف؟ من أين تأتي؟ ثم أنتم قلتم بل ثم أنتم قلتم أن العصمة تخالف ظاهر، وليس العصمة يا تخالف ظاهر نص القرآن. أنا قلت أن العصمة هي قوة تمنع صاحبها من التعريف، هذا هو التعريف، قوة تمنع صاحبها من الوقوع في الحرام. أنتم قلتم هذا يخالف نص القرآن، ألم يقل نص القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فبهذا المعنى يكون التعريف الذي أورده الفقهاء للعصمة وهي القوة، ولكن الله ما وهي القوة. نعم، من تحدث عن الإجبار سيدنا؟ القوة التي تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية، هذا يتفق مع ظاهر القرآن الكريم. لو أجزتم لي أحترم وجهة نظركم، لكن لو احترمتم وجهة نظري التي أقولها، أقول أولا أن العصمة لا علاقة لها بالتكليف، وأنها لا تسلب التكليف. التكليف هو القيام إلى أمر الله، فهل قام المعصوم إلى أمر الله؟ نعم. العصمة هي قوة من الله تمنع صاحبها من الوقوع في المعاصي، في الأنبياء لأنهم قدوة وأسوة، ولو جاز للنبي أن يرتكب الحرام لأصبح الحرام مستباحا عند الناس وعامة الناس. أما في أئمتنا فهم معصومون بالذات، ولدوا معصومين لكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك نصوص أنقل لكم منها ما روي في معتبرات عديدة، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين سئل من أول من أجاب في الذر، قال أنا أول من أجاب بلا إله إلا الله في الذر. لا أنا عفوا، ماكو مشكلة، عالم الذر ردا على لا احنا متواجدين، أنه يا رسول الله يا رسول الله أنت خدمت بك الأنبياء والرسالات، وهذا التفضيل من الله لك، هل هو مبني على استحقاق وسبب أم لا؟ خب احنا القاعدة عندنا الفيض، لكنه هم سلام الله عليهم استحقوا هذه الدرجات بما فعلوا سلام الله عليهم. فمثلا يعقوب تجده وهو يعلم أن يوسف حي ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بينما الحسين يقتل عبد الله الرضيع ويذبح في يده يقول اللهم تقبل مني هذا القليل، زينب تضع يدها تحت جسد الحسين وترفعه وهو مقطع الأوصال وتقول تقبل الله. هذا معناه أنهم سلام الله عليهم، سلام الله عليهم أنهم مستحقون. تعريف الإمام زين العابدين للعصمة وهي يقول الاعتصام بالله عن محارم الله، لا يعني لا خلاف، دور من المعصوم لا خلاف يعتصم بالله، إذا كان الاعتصام يعني بالله دور للاعتصام، إذا كان الاعتصام بالله يعني أن القوة التي تولد العصمة متأتية من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا نختلف. عبر عنها صاحب كتاب الباب 11 بأنها اللطف الخفي، وهكذا تجد العصمة يعني تعاريف كثيرة. لو سمحتم لي أنقل لكم تعريف الشيخ سبحاني لها، وهو من أرقى التعاريف، يعني جميل جدا أن تطلعون عليه سيدنا في هذا الجانب. الجماعة صلوا سيدنا، إحنا أولى بالصلاة قبلهم. بنختم نختم إن شاء الله الكلام بقول الشيخ سبحاني وختامها مسك، فهو من أساتذة الحوزة. نعم، يقول العصمة قوة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ، حيث لا يترك واجبا ولا يفعل محرما مع قدرته على الترك والفعل. شوف، مع قدرته على الترك والفعل، وإلا لم يستحق مدحا ولا ثوابا. وإن شئت قلت أن المعصوم قد بلغ من التقوى حدا لا تتغلب عليه الشهوات والأهواء، وبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها مرتبة لا يخطأ معها أبدا. وليست العصمة شيئا ابتدعتها الشيعة، وإنما دلهم عليها كتاب الله وسنة رسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فبذلك لا تكون العصمة مخالفة لسياق النص القرآني.
بل هي موافقة لسياق النص القرآني. لا هو نفس التعريف سيدنا، ماكو قوة ماكو قوة. أما استدلالكم بنسي حوتهما فإنما نسي الفتى، على الله سبحانه وتعالى. بلي إنما نسي الفتى وليس موسى عليه السلام، وكان نسيانه لحكمة. فنسي حوتهما. عفوا أرجو منكم حضرتكم أن ترجعوا إلى قواعد اللغة، وأنه حملها هذا الحمل كرامة لمقام موسى كما ذهب إلى ذلك المفسرون. أرجو منكم أن ترجعوا إلى تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام لم يكن في مقام الوصايا حينها، وإنما كان موسى هو الحجة. منذ المعصوم يولد من بطن أمه هو معصوم؟ عفوا يوشع بن نون لم يكن في مقام الوصايا، وإنما كان تابعا لموسى، فموسى حي يرزق. يعني الناس انتم عامة الناس تقرأ فنسيا حوتهما، أقول المقصود بس الفتى. يقال القرآن حمال ذو أوجه، ولذا لا يستدل بآية إلا أن يخصصها النص. عفوا عربي مبين للتكليف للعمل للتطبيق. في القرآن يعني مثلنا بالقرآن فنسي حوتهما. نعم أقول المقصود فتاة. نعم هنا المعصوم أعلم منك بكتاب الله، فيجب أن ترجع إلى المعصوم. هو حينما سئل المعصوم قال إنما نسي الفتاة. عزمة آدم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزمة. هذه يجب أن نرجع فيها إلى المعصوم في دفاعه عن عصمة الأنبياء. نسي لا نفسرها في اللغة جمل هنالك مقدرة. فهل لله يد حين يقول يد الله فوق أيديهم؟ هل لله يد؟ سيدنا القرآن يجب أن يكون الإنسان ملما باللغة وعارفا بما ورد عنهم صلوات الله عليهم لكي يستطيع أن يقرأ الآيات مع خالص احترام. يعني تتقبل التأويل، يعني كأنك تقول أن لله جسم، يد الله فوق أيديهم، يعني محمد صلى الله عليه وآله أو قوة الله. هل لديك نص بهذا التأويل؟ روايات عن البيت. نعم روايات عن البيت. لا هذا ما يقال في اللغة العربية استعارة. يستعير القرآن من لغة الناس ما يفهموه. قوله أنهار من خمر، فهل في الجنة خمر؟ وإنما استعار من الناس ما هو متعارف بينهم لكي يوصل لهم معنى. مع خالص احترام راح ما يبقى شيء نعمل به. نحن يعني نقول أننا نتعبد الله بمحمد وآل محمد. أقول المقصود به فتاة. نحن نتعبد الله سيدنا. أقول فتاة. نحن نتعبد الله بمحمد وآل محمد. يقول المقصود من نسي فتاة. أعطيك نصا بخدمتكم. ابقى معي. بس شنو بعد الصلاة؟ هاي بداية. بعد الصلاة. بعد الصلاة هذا يعني مطالب. شلون وإحنا ورانا روح للمطار. ونسأل الله سبحانه وتعالى. الله يرعاكم. أن يسدد الجميع ويعجل بتمكين القائم سلام الله عليه ويجعلنا من أنصاره. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. وقوي سلطانه والذابين الكرب عن وجهه، وأن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا بحق محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم سيدي. أحسن الله عليكم مولاي. رعاكم الله. رعاكم الله. نصل للحق. أرجو أرجو يعني أنه يعني أن تكون جلستنا ذات فائدة لمن يسمعها. وأكرر الحكم والأمر متروك لذوي العقول، هم من يقرر وليس أنا والسيد. فحتى وإن اختلفنا في وجهات النظر والأفكار تبقى الأخلاق قائمة، وعلينا أن نعامل بعضنا بعضا بخلق وأدب. رعاك الله سيدنا.